اهلا بيكم، صباح الخير والامل والتفاؤل والسعاده والانبساط، واهلا بيكم دايما دايما معانا هنا على قناه المحور في يوم جديد، يوم سعيد، يوم مليان فقرات كتيره متعدده ومتنوعه، هدفنا بيها ان احنا نبسطكم ونسعدكم وتبداوا يومكم يوم سعيد. صباح الخير يا احمد. صباح الفل عليك يا علا، صباح الخير والسعاده والرضا والتفاؤل وراحه البال علينا وعلى زمايلنا وعلى كل اللي بيتابعونا في الوطن العربي في يوم سعيد جديد. ان شاء الله نكون معاكم من دلوقتي ولحد الساعه 10 بفقراتنا المعتاده، نقدم لكم فيها كل جديد في يوم سعيد. نبدا مع بعض فقراتنا. نبدا معاكم طبعا بالهضبه عمرو دياب، اللي الحقيقه كلنا اجيال ورا اجيال بتحب عمرو دياب، احنا يعني والصيف هو عمرو دياب بالنسبة لجيلنا يعني، فمين فينا ما عندوش كده أغنية مفضلة ليه أو دايما بيدور عليه على الراديو يسمعه، أو حتى كمان حاطط سي دي لعمرو دياب في عربيته عليها أفضل الأغاني اللي بيحبها من مشوار عمرو دياب الطويل المليء بالأعمال الفنية المتميزة والكتيرة اللي تقريبا بدأت توصل لـ40 أو يمكن أكتر من 40 سنة بيمتعنا بأغاني. لكن الحقيقة الهضبة عمرو دياب ترند اليوم منين دول بسبب حاجة تانية خالص، إنه غير اللوك بتاعه. يعني هو غير اللوك بتاعه، واللوك بتاعه زي ما احنا كده هنشوف، يعني في البعض بيأيده والبعض مش مع اللوك اللي هو عامله. ربما ده اللوك طبيعة الجديد ده، ايه ده ولا يعني يعني هو ده لا بصراحة ولا يعني بصي هو ايه بقى، احنا كل واحد ورأيه بالنسبة للناس اللي بتتابع. لا هو المشكلة هنا ايه، بس هو في جدل شوية بالزيادة ضد اللوك. هو المشكلة ايه، ان عمرو دياب بيتقلد من شريحة كبيرة قوي من الشباب من زمان، من يعني تملي معاك يمكن وهنفتكر كلنا البلوفر بتاعه الشهير اللي بقى ترند والناس كلها لابساه، سواء في الشكل او في اللبس بالظبط. فانه يطلع علينا لابس حلق ومش عارفه عامل ازاي ولون الشعر والشنب الدقن اللي ملهاش علاقه بلون الشعر، طب خليهم لون بعض. مش عارف، هو انا يعني اخاف فعلا الناس تعمله، وفي نفس الوقت اخاف لديابيانز يزعلوا، لان انا مش عارف هو رايهم برضو ايه. في ناس انت عارفه مدمنين عمرو دياب، يعني في ناس بتحبه وكل حاجه، لكن في ناس عندها عمرو دياب تتكلم في اللوك لا لا ما تتكلمش، مالكش دعوه باللوك، مالكش دعوه باي حاجه خاصه بعمرو دياب. ده نوع يعني، ده اللي هو بيسموهم يعني الديابيانز، فدول شايفين ان ما فيش اي حاجه. ولكن انا اعرف ناس منهم على فكره برضو يعني معجبين، مش عاجبهم اللوك. طيب اوكي، يعني في ناس منهم مش عاجبهم هو اللوك. اختلاف، واللي مش عاجبه اللوك في منهم يعني اللي هو نظام مش حابب يتكلم فيه. هو اختلاف الاراء لا يفسد للود قضيه يعني، عشان بس ايه نكون واضحين. لكن هو الحقيقه يعني عمرو دياب بالنسبه لنا عمرو دياب ايام ايس كريم في جليم كده، فيعني على قد ما نقدر ان تفضل الصوره الذهنيه عند المعجبين واحده، دي حاجه لطيفه. وعمرو دياب الحقيقه يعني اذا هنتكلم عن فنه او عن تاريخه او عن وجوده كنجم مصري وعربي مشهور ومحبوب وليه قطاع كبير من الناس من الجماهير بتحبه، فده لانه محافظ على نجاحه وموجود ورصيده عند الناس كبير. ففكرت جدا ذكي في موضوع اختياراته، موفق جدا في التعامل مع ناس فعلا بينجحوا كل الألبوم بتاعته، وربما كمان في فكرة الظهور. يعني مؤخرا بدأ ان هو نشوفه بيظهر في اكتر من مناسبة ويظهر في حفلات او يعني ما شابه، ولكن في وقت كبير جدا في مشوار عمرو دياب كان مقل جدا. عمرو دياب بقى ترند في حاجات كتير مش قد كده، فاخرها موضوع اللوك. فيعني لو هو عاجبه يعني ما يظهرش بيه، نشوف في الحفله هذا الايام ان البعض شايف ان اللوك كويس، يعني زي ما انت قلتي كده اختلاف الاذواق لا يفسد للوك قضيه يعني مش مشكله. فيعني البعض يعني شايف كده والبعض مأيده، وهي ده يعني احنا بنتكلم مع حضراتكم فيه، لانه ترند دلوقتي يعني ترند، كل الناس بتتكلم عن اللوك الخاص بعمرو دياب، فما بين مؤيد ومعارض ده بالتاكيد. بس هو على فكره هو دايما الفنانين بيعملوا اللوك علشان برضو ايه يغير من شكله ويبقى فيه كده حديث، بس عمرو دياب مش محتاج ان الناس تتكلم عنه، وان الناس مثلا مش هيزهقوا منه ولا حاجه،
الناس يعني طب ماشي انا اغير يعني في اللوك محتاج. بس اغير يعني مش محتاج كان علشان يغير المناسب يعني لا بالمناسب ليا والسني والتاريخي والاسمي ومعجبيني يعني في كده مليون حاجة الواحد لازم يحطها في اعتباره لما يقرر يغير اللوك بتاعه ويستشير الناس يعني ياخد رأي الناس. تفتكر ممكن يغيره لما شايف حالة الهجوم على مش هقول هجوم يعني التحفظ على اللوك الجديد ممكن يغير يرجعه زي ما كان ولا مش اسلوب عمرو دياب هيتمسك يعني اعتقد يعني هو بيعمل الحاجه وبيبقى مقتنع بيها يعني بس هو ما بين مؤيد وما بين معارض في النهايه يعني كل واحد حر في اختياراته لكن النجوم حاجات تكون غريبه عشان تعلم مع الناس مش محتاج وبعد كده ما انا بقول مش محتاج يعني ده عمرو دياب وبعد كده الناس من كتر ما شافوه خلاص يتعودوا يعني دي مدرسة في الموضوع في التصرف يعني مش عارفة بس أنا يعني شايفة إن هو يرجع اللوك شوية ويكلم الناس القريبين منه اللي بيقتنع هو برأيهم يعني لكن طبعا عشاق عمرو دياب على موعد مهم جدا مع حفلته في مهرجان العالمين في نسخته التانية والحقيقة إن الدفعة الأولى من التذاكر خلصت والحفلة إن شاء الله يوم 9 أغسطس فأنتوا متخيلين إن الحفلة يوم 9 أغسطس وتقريبا نص التذاكر خلصت أو يعني الدفعة الأولى منها بقى فاللي حابب يحضر حفلة الهضبة عمرو دياب في مهرجان العالم عالمين يبدأ بقى كده يستعد ويدخل يحجز تذكرته ويتابع طبعا نجمه المفضل على الهواء مباشرة في حفل على البحر حاجة كده آخر جمال وآخر حلاوة من الحفلات اللي شفناها الأيام اللي فاتت وتابعناها الحقيقة يعني إن المهرجان محقق صدى وروج عالي جدا وبالتأكيد يعني التنظيم المميز لهذا المهرجان السنوي واللي هيكون تقليد ودعوة لكتير من نجومنا إنهم يشاركوا فيه وإنهم يأكدوا على إن مصر بلد ريادية في الموسيقى والفن كمان في السياحة أكيد هتكون مشاركات مميزة واستمتاع لكل جمهور كل الفنانين المشاركين في مهرجان العالمين زي ما شفنا عمرو دياب وترند الناس كتير بتتكلم عنه يعني زي ما قلنا كده الأذواق تختلف أيا كان ولكن بتأكيد عمرو دياب بيبقى الهضبة والكل هيكون متابع لعمرو دياب في حفلاته إن شاء الله نروح بقى دلوقتي مجموعة كده من الأخبار المتنوعة في مجالات تانية برضو مش هنبعد بعيد لسه في الفن وفي الغنى ولكن المرة دي مع شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب كان ليها تصريحات أكدت فيها إن لا صحة لأخبار عودتي لحسام حبيب كتبت ده وقالت طبعا يعني انها بتنفي تماما رجوعها لحسام حبيب اللي هو زوجها السابق كلنا عارفين ان كان في ازمه كبيره ما بين المطربه شيرين وبين زوجها السابق المطرب حسام حبيب واعلنت ان لا صحه ابدا لما اشيع خلال بعض صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الصحفيه بشان انها يعني رجع تاني الفنان حسام حبيب مره تانيه علشان تاكد انها تكن كل احترام وتقدير ليه لكن مساله العوده لم تحدث مطلقا وقالت انها بتستعد كمان خلال الفتره الجايه انها تستأنف نشاطها الفني بطرح العديد من الاعمال الغنائيه الجديده واحياء الحفلات الفنيه وانا الحقيقه واحد من الناس اللي في انتظار رجوع شيرين بقوتها. ان شيرين تركز في شغلها وتركز في موهبتها وبس. وتغني وبس ولا تقف على المسرح تتكلم مع الجمهور ولا تحكي لنا مشاكلها الخاصة يعني كفاية كده يا شيرين ضيعتي وقت طويل قوي 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 وانتي رصيدك عند الناس كتير وكبير وصوت مميز وكلنا بنحب صوتك وأدائك فنركز في صوتنا وفي أغانينا أفتكر يعني هيكون رجوع موفق ليكي وربنا يوفقك في اختيار الكلمات والألحان اللي هتمتعينا بيها في الفترة اللي جاية انت بتتكلمي على صوت نادر يعني لو بنتكلم عن الأصوات أنت عندك أنغام شيرين أمل ماهر مصر يعني لما يفرق راحت فين وكتير يعني لا أنا أنت ليه يعني دول ليه حصرتهم في الثلاثة دول لا معلش يعني إحنا عندنا بالنسبة لك أتكلم على بالنسبة لك لكن إحنا عندنا
أصوات كتير مميزة ونجوم كتير مميزين، والحقيقة أنه كلنا بنسعد وبنستمتع بأسماء كتير موجودة على الساحة الغنائية، وده من جمال بلدنا أن احنا عندنا تنوع كمان في الفنانين وفي أدائهم وفي الموضوعات اللي بيتناولوها، وده شيء مميز وشيء يعني الحقيقة نحسد عليه ان احنا عندنا هذا الكم من المواهب الجميلة والمميزة اللي بتأكد على ان قوة مصر الناعمة يعني حتة صعب اختراقها وصعب يعني ان حد يقلدنا فيها. حتى الغير مصريين لما يحبوا يتميزوا بيجوا مصر، يعني شفنا كتير مطربين من العرب بيجوا هنا مصر. شفتي ماجدة الرومي واللي قالته وعلم مصر اللي كانت يعني طبعًا. يعني ده اكبر دليل ان هم فعلا، وكاظم الساهر طبعا باعتبار لسه بنتكلم طبعا على المهرجان الرائع العالم عالمين، فده في حد ذاته يعني اكبر دليل على التميز لاي مطرب عربي بيبداوا هنا من مصر. بالتاكيد لو عايز ينتشر وعايز يكون ناجح اكبر يعني جمهور ذواق للفن اكيد الجمهور المصري. خلينا بقى ناخدكم لفرحه تانية والحكايه تانية سريعا كده. طبعا امبارح طلاب الثانويه العامه يعني خلاص قالوا باي باي يا مدرستنا يا حبيبتنا، على راي برضه واجده الرومي. خلصت امتحانات الثانويه العامه بانتهاء ماده الديناميكا لعلمي رياضه، وطبعا يعني خلاص بقى البيوت فكت كل الحصار والمعسكر المغلق اللي كان معمول، وهتلاقي الولاد امبارح يعني طبعا من يوم الخميس بقى وقبلها كمان اللي خلصوا الادبي وعلمي علوم بداوا ينطلقوا ويحتفلوا ب أساليبهم المختلفة اللي كان فيها كمان يعني حاجات طريفة ولطيفة جدا. وطبعا يعني سهولة الامتحان وانتهاء المرحلة الدراسية الصعبة دي اللي الكتير بيعتبرها مرحلة مفصلية وحيوية جدا في مشوار حياته، لأنها بتوصله للمكان اللي هيكون فيه لاحقا. لكن يعني نصيحة، الثانوية العامة بكل ما فيها من أشياء من صعوبة ومن سهولة ومن شدة أعصاب ومن كل حاجة ممكن تتخيلوها، يعني أنا من دفعة الناس اللي كانوا بيجيبوا 102% يعني و104% والحاجات العجيبة دي والحقيقة يعني إن عايزة أقول لكم إن مفيش حد من اللي جاب 102% سمعنا عنه متميز في مجاله، متميز في مجاله مش حتى بارع ولا علامة ولا قدم حاجة مختلفة للبشرية. فاستمتعوا بحياتكم واختاروا المجال اللي تحبوه، اتأهلوا بالمهارات اللي تقدروا تشاركوا بيها في سوق العمل، وانك تكون مؤثر وصانع تأثير جيد في الحياة لنفسك ولمحيطك، ده يعني قمة النجاح. اسعى للنجاح في الطريق اللي ترسمه صح لنفسك، اشتغل على نفسك كتير بس يعني مش بالمجموع. يعني بالتأكيد كلام مظبوط 100%، كل واحد يشتغل على نفسه ويكون يعني يبدأ يدرس بقى مسألة الكلية اللي هيدخلها، إذا كان اللي في دماغك وعاوز تخطط له في مجال سوق العمل الكلية يعني مش هتجيبه في مجموعك، اشتغل على فكرة انك تاخد كورسات. دلوقتي الأمور أصبحت متاحة حتى ولو أونلاين، فكل شيء متاح وكل شيء بالتأكيد يعني ربنا بيسبب الأسباب، فربنا يوفق الجميع. افرحوا اتبسطوا لحد ما النتيجة تبان، برضو مهما كان المجموع برضو اتبسطوا، ولكن كويس ان حالة الطوارئ اللي كانت موجودة اللي كنا على طول بنتكلم عنها اترفعت، يعني كل البيوت فعلا كانت بترفع حالة الطوارئ. بالنسبة للمشاوير، وعلى ذكر المشاوير كان في واحد ابن حلال كده برضو كان عنده مشوار وعمل حاجة، بس تحت عنوان فعلا الخبر اللي نزل له ان هو وقع في شر اعماله، لان هو كان في مشوار معين، ده كان في طريق الجامعة في أسيوط، كان سائق متهور كان يعني بيسوق عربيته وعمل حركات استعراضية اللي هو بقى يقولك بيخمس في الطريق ومش عارف ايه، طبعا كان عرض حياة كتير لناس كتير للخطر، وتسبب كمان في تعطيل حركة المرور. حظه ان كان بيتصادف في التوقيت ده مرور اللواء هشام ابو النصر محافظ اسيوط، كان في وقتها بيجري جوله ميدانيه علشان بيتفقد بعض المشاريع، وبعد كده لحظ الاستاذ اللي كان بيخمس بالعربيه المحافظ شافه ويعني
خد خطوه ممتازه جدا يحيى عليها، ان هو وقف العربيه المخالفه وبدا ان هو يتكلم معاه. طبعا هو ما قالوش ان انا محافظ اولا، يعني مش في البدايه قال له انت ليه يا ابني بتعمل كده بالعربيه، في ارواح ناس في الشارع. التاني رد عليه قال له ان هو مين، يعني هو طبعا ما يعرفش ان اللي بيكلمه السيد المحافظ. قال له انا بخمس وانا حر في عربيتي، انت مين اصلا؟ فاللي هو هشام ابو النصر قال له انا محافظ اسيوط الجديد يا ابني. طبعا بناء عليه اتخذ الاجراءات اللازمه وتم تحرير محضر بالواقعه واتخاذ كافه الاجراءات القانونيه، وبالتالي يعني ما فيش داعي مبدئيا كده، ما فيش داعي للتخميس وان انا اتهور في الطريق، ولان مش هيعرض حياتي بس للخطر. ودي مشكله فعلا يا علا، ان دايما اللي بيعمل كده وبتوع الموتوسيكلات بتشوفي بيعملوا ايه؟ بشوف طبعا وبشوف عربيات وميكروباصات هو التصرفات الغير مدروسه للسواقين او للسائقين عموما، سواء بقى ملاكي او غير ملاكي. الحقيقه يعني محتاجين كده نتكلم عنها كتير ونوعي الناس فيها، لان حضرتك مش يعني هي عربيتك وانت حر فيها وكل حاجه، بس حر ما لم تضر. يعني لان احيانا بيبقى الواحد ماشي في طريقه ومش متوقع خالص انه حد يكسر عليه او يتسبب في ازمه ليه، وتحصل هنا بقى المشكله. فحضرتك حر لما ما تاذيش حد، لما ما تجيش ناحيه حد، لما الطريق مش ملكك لوحدك، الطريق ملكيه عامه للناس كلها، حضرتك تلتزم بتعليمات المرور وتبقى حر في عربيتك وانت بتغسلها وانت بتلمعها وانت بتصلحها وانت يعني تبقى حر يعني. تبقى حر فيها براحتك جدا، لكن ما دام استخدمت الطريق العام تلتزم بتعاليمه وتلتزم باحترامه علشان أرواح الناس وكمان روح حضرتك. فيعني زي المقولة الشهيرة ما بتقول، يعني حريتك تبدأ حين تنتهي حرية الآخرين. يعني حريتك تنتهي حين تبدا حريه الاخرين. يعني يبعد عن التخميس والعربيات وهو يبقى مبسوط جدا ويبسط الاخرين، فبلاش يعني ناذي الناس. خلينا ناخدكم بقى لمعشوقه الجماهير كره القدم في مواجهه على لقب الدوري بين الاهلي وبيراميدز اللي بيستعد ليها الاهلي وبيراميدز طبعا، المقرره في 9 مساء غد ان شاء الله ضمن منافسات الجوله 31 لبطوله الدوري المصري. تعتبر المباراه هي يعني المرجحه والحساسه للفائز ببطولة الدوري المصري، وبيعتلي الفريق الأزرق قمة جدول الدوري برصيد 68 نقطة، بينما يطاردوا المارد الأحمر برصيد 63 نقطة بعدما يعني يتبقى له 3 مؤجلات. يعني برضو حاجة من الحاجات اللي الناس منتظراها بكرة، وأكيد يعني مباراة مهمة جدا، لأن أنت هنا بتكلمي عن الأمر المتعلق أو مباراة متعلقة فعلا، هي اللي هتحدد إلى حد كبير من الناس المتخصصين والمتابعين بشكل عام مين هيكون بطل الدوري السنة دي. لأن طبعا احنا عارفين ان بيكون الدور الأول والدور الثاني، الماتش اللي فات الأهلي كسب فيه، فالمفروض ان الماتش ده هيكون بتاع بيراميدز اللي هيكون بكرة. إلى لو يعني إلى حد كبير لو البيراميدز هي اللي هتكسب فوكأنه ما حصلش حاجة، لأن كل واحد خلاص هو يعني 3 نقط ب3 نقط، فالموضوع واحدة لوحدة. ولكن الأهلي لو خد ال3 نقط دول من بيراميدز ولسه عنده مؤجلات 3، فكده هيكون هو اللي هيعتلي يعني صدارة الدوري. ربنا يوفق اللي يلعب أحسن من التاني، وبالتأكيد يعني إن شاء الله نشوف ماتش كله روح رياضية ونشوف تحكيم كويس علشان ما تكررش برضو تجربة التحكيم اللي كانت موجودة. الحكم الأسباني اللي كان موجود في الماتش في الدور الأول كان عامل شغل كويس جدا بصراحة، يعني حالة غضب من كل الناس في الموضوع. لسه معاكم برضو في الرياضة. بتقول عامل شغل كويس دي تريقة يعني؟ بتريق علي لأن لو شفتي الحاجات اللي عملها بيراميدزاوية أهلاوية زملكاوية اسماعيلاوية اتحادوية بيراميدزاوية يعني مجازا يعني كل الناس يعني قالت يا ريتنا كنا جبنا حكم مصري هو اللي حكم. يعني هو فعلا حكم، لا صعب، حكم صعب يعني المتخصصين في الرياضة وغير المتخصصين. أصلا مش محتاجة حد متخصص في الرياضة، أنت لما تشوفي واحد بيجري ورا واحد ضربه ومعوره في رقبته ده كده مفيش حاجة، ده ما اداش فاول،
ما اداش انذار. ونفس الوقت برضو نفس الشيء بالنسبه للطرف الثاني، ضرب الجزاء ناس كتير الغالبيه قالت انها مش ضرب جزاء. تفتكر بقى الماتش ده في يعني حكم مصري ولا حكم ايه؟ الحكم اللي جاي حكم اعتقد الماني. طب غيرنا مش اسباني، خلينا الماني. طيب الالمان حاسمين وصالحين؟ والله هو ربما في بعض الامور مبشره في الحكم وبعض الامور مش مبشره، فاحنا خلينا ما نتكلمش عنه لحد ما نشوف ادائه. تمام. ونبدا نتكلم مع المتخصصين هم اللي يعني يحكموا عليه. اللي فات ده كان اي حد هيحكم عليه لان الموضوع كان فيه ضرب، كان فيه ضرب فعلا يعني خناقه في الملعب يعني. خلينا نروح دلوقتي بقى للملاعب يعني الاعلى في المستوى، طبعا المستوى الرياضي، وبنتكلم كده عن تصنيف اللعيبه مختلف تماما. يعني هنبعد بقى عن الدوري المصري، لما نتكلم عن الدوري الانجليزي موضوع حاجه تانية بقى. وده كان السؤال اللي بيتكلموا فيه، هل محمد صلاح يستمر في ليفربول؟ وكان في تقارير بتتكلم ان نادي ليفربول يعني بيسابق الزمن حاليا ان هو يمنع خسائر فادحة مع اقتراب انتهاء عقود أبرز لاعبي. حسب التقارير اللي كلمنا عنها ممكن نقدر نقول كده مفيش خلاص سر ان الثلاثي فان دايك وألكسندر أرنولد ومحمد صلاح هتنتهي عقودهم مع ليفربول في الصيف الجاي، وده هيخلي رحيلهم بشكل مجاني أمر خطير وخسارة مالية فادحة للنادي الإنجليزي. لأن هنا بتتكلمي يا علا في مسألة الانتقال الحر، ان النادي مش كسبان اي حاجه يعني. هو خسر اللاعب اللي كان بيتميز بيه، تاني حاجه ان هو هيتباع النادي مش هياخد اي فلوس يعني. الفلوس بالنسبه يعني لمحمد صلاح بس او يعني ايا كان مين اللاعب. ما هو اصلا التلويح كل شويه بان محمد صلاح ما احنا مش عارفين هيمشي ولا مش هيمشي برضه. فالتقارير بتقول ان الاداره حريصه في الوقت الحالي على تسريع وتيره المحادثات مع الثلاثي لتمديد عقولهم مع الريدز، ومع ذلك لا يزال صلاح فان دايك وارنولدو او ارنولد على رادار يعني عده انديه تترقب موقفهم، عشان نعرف بقى يعني كتير عن القضايا دي. وعلى راسها الحقيقه يعني توقعات غدا في مباراه الاهلي وبيراميدز. معانا الناقد الرياضي الاستاذ حسن السعداني. صباح الخير، يوم حضرتك سعيد. صباح الخير، يومكم سعيد وعليكم على كل الساده. نبدا محليا ولا عالميا؟ اي تحب ايه؟ خلينا نبدا محليا عشان بكره. عشان بكره اتفضل. ايه المباراه بكره بتتوقع لها ايه؟ طبعا هي مباراه صعبه، بتتكلم عن مباراه على مفارده على لقب الدوري بنسبه كبيره جدا، ممكن تحدد شكل المسابقه، ممكن تنهيها تكتيكيا لو الاهلي قدر يفوز، ممكن بيراميدز يرجع تاني الحسابات المعقده لو قدر هو كمان يفوز، لان احنا عارفين ان الاهلي دلوقتي لعب 25 مباراه، مباراه بكره في المباراه 26 في الدوري، هيتبقى ليه 8 مباريات. اذا قدر يفوز بكره على بيراميدز هيوسع الفارق طبعا، في حال فوزه على مؤجلاته المقبله كلها طبعا لسبع نقاط، فهيبقى الموضوع صعب جدا ان الاهلي يكسب ثلاث ماتشات من ماتشاته الثمانيه المتبقيه. اذا بيراميدز قدر يفوز هيبقى هيرجع الفارق لنقطه واحده، اذا فاز الاهلي في مؤجلاته طبعا ده بيعمل ضغط نفسي على الاهلي. احنا عارفين السباق على بطوله الدوري السنه دي صعب جدا بين الناديين بعد تقريبا ما خرجت كل الانديه من السباق، لكن في مفارقات برضه مرتبطه بالماتش، ازاي ان الاهلي لم يحقق الفوز على بيراميدز ذهابا وايابا منذ تاسيس النادي او منذ تغيير المسمى لبيراميدز في 2018 2019، فبالتالي المباراه صعبه. احنا بنشوف ان بيراميدز بيملك لعيبه كويسه جدا، عنده سكواد قوي جدا. المباراه اللي فاتت كانت مباراه صعبه على النادي الاهلي، قدر بخبراته وقدر بنزول قفش في الدقائق الاخيره طبعا، والهدف القاتل اللي جابه في وحسن بيه اللقاء، لكن المباراه كانت صعبه من بدايتها، كانت صعبه. الاهلي الاهلي لعب ماتش كويس، بيراميدز لعب ماتش كويس، الفوارق كانت قريبه جدا من بعض، لكن الماتش خلص برضه في اخر ثلاث اربع دقائق. فماتش بكره ماتش صعب، لو حد يقدر يتكهن بنتيجته. حضرتكم برضه انا تابعت المقدمه اتكلموا عن الحكم. الحكم اللي فات كان سيء جدا، أدار مباراة يعني يمكن أسوأ تحكم تحكيم أجنبي أدار مباراة في الدوري المصري. تتوقع من الحكم الألماني ده إنه يكون أداؤه في الملعب أفضل وتحكيمه يعني في عدالة كبيرة ما بين الفريقين الأهلي وبيراميدز؟
هو التاريخ الحكم الاسباني اللي ادار الماتش اللي فات كان كويس جدا، بس الاداء كان سيء. احنا تاريخ الحكم الالماني اللي هيحكم بكره وفقا للتقارير الوارده يعني ان هو كان اتهم في قضيه رشوه قبل كده، وده شيء مش مبشر خالص، بس لعل وعسى ان يعني ان ظنوننا تخيب بكره ويكون اداؤه كويس يعني. بس هو البعض بيتكلم ان الموضوع ده والقضيه دي كانت في بدايه رحلته خالص، ولكن مؤخرا هو كان بيحكم في اليورو يعني قبل النهائي تقريبا. كان من الحكام المتواجدين في اليورو وكان قدم مستوى كويس في اليورو. نتمنى ان المباراه بكره تليق يعني بالكره المصريه. بنتكلم عن مباراه بين المتصدر الدوري ووصيف، مباراه هي الاصعب والاشهر بين الاهلي وبيراميدز في تاريخ مواجهاتهم كله. احنا بنتكلم على 6 سنين من المواجهات المباشره بين الاهلي وبيراميدز، ما شفناش مباراه فيها الاجواء التنافسيه دي. حتى المباراه اللي جمعت الاهلي وبيراميدز في نهايات زي نهايه الكاس ما كانتش بالحده دي بالجديه دي. شفنا كمان المناوشات اللي حصلت قبل المباراه سواء ما يتعلق بالتذاكر، بيراميدز الاهلي كان رفع التذاكر في مباراه بيراميدز الاولى، البيراميدز ضاعف كمان اسعار التذاكر في مباراته الثانيه، فبالتالي الموضوع ما بقاش منافسه داخل الملعب فقط، بقت منافسه على الصعيد الجماهيري. الاهلي شايف حضرتك ازاي ده ممكن ياثر بقى جوه الملعب؟ يعني حاله مثلا الواقعه دي تحديدا وان التذاكر تبقى من 75 جنيه وال 200 جنيه ودرجه مثلا زي المقصوره تبقى ب 5000 جنيه والدرجه الاولى ب 2000 جنيه، شايف حضرتك ده ازاي هياثر على حماسه اللعيبه برده في الملعب؟ احنا طبعا ما شفناش دي اول مره بنشوف الاسعار بتوصل يعني للدرجه دي، في مبالغه طبعا في اسعار التذاكر خاصه للدرجه الثالثه. احنا حتى المقصوره والدرجه الاولى اسعارهم مش بتفرق قوي لان هي لفئه معينه، انما جمهور الكره الحقيقي هو جمهور الدرجه الثالثه. وصول التذكره ل 200 جنيه كان نوع من انواع الضغط النفسي والاعلام اللي استخدمه بيراميدز قبل المباراه، لكن الاهلي يعني ما استناش كتير جدا، اعلن تحمله للتذاكر. هي نوع من الحرب النفسيه الوارده. طبعا بيراميدز عايز يستخدم دي اهم مباراه ليه في الموسم، عايز يستخدم ده ممكن يكون مش لتحقيق مكاسب ماديه قوي قد ما هو وسيله للضغط على المنافس. اعتقد ان اللعيبه واجهزتهم الفنيه يعني بعيدين تماما عن الحرب دي او عن المناوشات دي. لا، لعيبه بيراميدز مركزه جدا في المباراه، لعيبه الاهلي كولر طبعا مركز جدا في المباراه، عارف ان هي مباراه مفصليه لحسم لقب الدوري. فاعتقد ان احنا هنشوف بكره مباراه ككرة قدم مباراة جميلة جدا. طيب خلينا نروح لصلاح كده سريعا، وهيرحل عن ليفربول. هو بص، كل رحلة صلاح عن ليفربول من السنة اللي فاتت واحنا بنشوف تأكيدات بنسبة 90% ان صلاح هيرحل وصلاح بيفضل. السنة اللي فاتت وصل العرض اللي تقدمت فيه السعودية او احد الاندية السعودية لصلاح الى 250 مليون يورو، لكن صلاح كان قرر البقاء والنادي كان قرر الاحتفاظ به. الضغوط زادت السنه دي مع اقتراب اصلا نهايه عقد صلاح، فبالتالي صلاح وفان دايك وارنولد ثلاث لاعبين مهمين جدا عقدهم هينتهي الصيف الجاي، فبالتالي حق لهم التوقيع لاي نادي في يناير. المشكله هنا او المعضله هنا في ليفربول هي الازمه الماليه اللي بيمر بها النادي، لان النادي كان اعلن في شهر فبراير اللي فات ان هو خسر 11 مليون يورو. ده فرق ما بين المداخيل وما بين المصروفات اللي على كره القدم. ده طبعا نتيجه حاجات كثيره جدا، يعني احنا كنا شفنا السنه اللي قبلها كان ليفربول قال ان هو الدخل بتاعه وصل ل 270 تقريبا مليون جنيه استرليني، بزياده 25 مليون جنيه استرليني، لانه كان وصل نهائي دوري الابطال. كان حال انت عارفين ان كل مداخيل بتعلن بتبقى مرتبطه بالسنه اللي قبلها وما تحقق فيها من انجازات. ليه خسر السنه اللي فاتت او ليه خسر في التقرير المالي السنه دي من السنه اللي فاتت؟ لان هو خرج طبعا من دور 16 في دوري ابطال افريقيا. تمام، يعني الامور المتعلقه بالجوائز ده بيفرق طبعا بالتاكيد على الدخل طبعاً. ولكن نختم اخيرا يا فندم بالمنتخب الاولمبي طبعا، ونتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله بيمثلوا مصر. حضرتك شايف المشوار هيكون ازاي؟ المنتخب الاولمبي قدامه تحدي كبير جدا. احنا كلنا عشنا الظروف اللي كانت قبل البطوله او كانت قبل المعسكر الاخير او المعسكر النهائي للبطوله. مكالي طبعا كان طلب لعيبه، الانديه كانت تحفظت على اغفال لاعبيها، المعسكر كان المفروض يبدا بدري شويه، لا بدا متاخر 3 ايام. لكن كل ده احنا عندنا مدرب
كويس جدا، وعندنا لعيبه سكواد عالي جدا. الفتره التحضيريه اللي تمت مباراه اوكرانيا في مباراه العراق تعادل وفوز كان اختبارات قويه جدا، واختبارات كانت مطلوبه للتحدي. البدايه قدام فريق المنتخب الدومينيكان بدايه سهله لازم نقدر نحقق فيها الفوز، ثم نلعب قدام باكستان على فوز كمان ثاني، لان المواجهه الاخيره هي مواجهه اسبانيا في دور المجموعات هتبقى صعبه. لازم ندخل مواجهه اسبانيا بعد جولتين من دور المجموعات واحنا معانا 4 نقط او 6 نقاط نقدر نحسم بيهم التاهل للدور الثاني. يعني بنشكر حضرتك جدا الناقد الرياضي استاذ حسن السعداني على وجود حضرتك معانا، وبنتمنى طبعا يعني مباراه جيده لكل عشاق الكوره غدا مع نادي الاهلي وبيراميدز، وكمان لمنتخبنا الاولمبي بالتوفيق في رحلته في اولمبياد باريس. احنا لسه مكملين معاكم يوم سعيد بعد الفاصل. دايما معاكم في بدايه حلقتنا بنحب نكون يعني مع خبيره الابراج عبير فؤاد تقول لنا كده بعض الرسائل الايجابيه لكل الابراج، ويوم يبدا كده بشكل مختلف معانا هنا في يوم سعيد. نتابع ونرجع نكمل معاكم في حلقتنا. اهلا بكل متابعين يوم سعيد. النهاردة هنتكلم عن الحالة الفلكية ليوم الحد 21 يوليو، وهنشوف تأثير الحالة الفلكية هيكون إيه في اليوم ده على كل الأبراج. النهاردة القمر موجود في برج الجدي لغاية الساعة 3:45 العصر، وكمان هو قمر مكتمل يعني قمر 14، وبيكون في تمام اكتماله الساعة 1:18 الظهر. اليوم بيبدأ كمان وكوكب أورانوس، وبيفضل طول اليوم كوكب أورانوس في برج الثور، والمريخ والمشتري في الجوزاء، والشمس في السرطان، وفينوس وعطارد في الأسد، وبلوتو بيتراجع في الدلو، وزحل ونبتون الاثنين بيتراجعوا في برج الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل عندكم القمر موجود طول اليوم في وضع معاكس معاكم في الشغل، فلازم تاخدوا بالكم كويس في شغلكم علشان يعني ما تقعوش في أي أخطاء تتمسك ضدكم. مهم كمان لو عندكم أي ضغط في الشغل إنكم تنظموا أفكاركم وتشتغلوا يعني بدقة عشان ما تقعوش في أي أخطاء. وحاولوا كمان قدام أي استفزاز، لأنكم عرضة لأنه يكون في استفزاز، فحاولوا تكونوا لبقين قدام أي استفزاز. نروح لبرج الثور. مواليد الثور عندكم القمر في منزل الحظ، ويعتبر ده يوم من أفضل الأيام بالنسبة لكم، وده لغاية الساعة 3:45 العصر، فحاولوا انكم تستفيدوا بالوقت ده لان تقدروا تاخدوا قرارات سليمه وتكونوا مؤثرين جدا في اللي حواليكم. كمان يوم حلو في السفر، وتقدروا انكم تلتقطوا الفرص اللي تحقق لكم مكاسب. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. مواليد الجوزاء عندكم القمر في منزل المدخرات، وده بيديكم روح ملهمة وأفكار ملهمة تساعدكم إنكم تزودوا دخلكم أو مدخراتكم أو أملاككم، فتاخدوا قرارات كويسة في البيع وفي الشراء، وكمان تعرفوا تخططوا حلو لمستقبلكم المهني. والظروف كمان ممكن تساعدكم انكم تكتشفوا معلومات كانت خافيه عنكم، فاليوم كله الحقيقه مش بس لغايه 3:45 هيكون حلو معاكم، فاستفيدوا باليوم ده. نروح بعد كده لبرج السرطان. مواليد السرطان القمر في مواجهتكم، وده وضع سلبي لغايه الساعه 3:45 العصر، فلازم تاخدوا بالكم انه يعني تحافظوا على حقوقكم، ما تغامروش في اي قرارات. مهم كمان تتجنبوا توقيع الاوراق والعقود في اليوم ده، ضروري ده لغايه 3:45 العصر، بعد كده هيكون عندكم رؤيه اوضح وقرارات سليمه اكتر. وحاولوا كمان لو انتم متجوزين تتجنبوا المشاكل الزوجيه، لان عندكم ميل للعصبيه وللتمرد اكتر في اليوم ده. بس ده لغايه 3:45، بعد كده هيكون الوضع افضل ومزاجكم احلى. نروح لبرج الاسد.
مواليد الأسد عندكم القمر في وضع داعم جدا مهنيا وصحيا، فهتلاقوا ان عندكم طاقة ونشاط اكتر، وتعرفوا انكم تنظموا جهودكم وتوظفوها في اتجاه سليم، وكمان عندكم اصرار انكم تقوموا بالواجبات اللي عليكم على اكمل وجه، سواء كانت واجبات مهنية او منزلية او عائلية. نروح بعد كده لبرج العذراء. مواليد العذراء عندكم القمر في منزل الحب، بيديكم طاقة عاطفية في يوم رائع للاستمتاع بوقتكم عاطفيا، وتعرفوا تأثروا جدا في الجنس الآخر، وكمان في الشغل عندكم حماس وطاقة تساعدكم تثبتوا نفسكم في كل عمل بتعملوه. ولو عندكم أولاد كمان يوم مناسب جدا للتواصل بصورة أفضل مع أولادكم. نروح بعد كده لبرج الميزان. مواليد الميزان القمر في وضع معاكس معاكم ومكتمل في وضع معاكس لغاية 3:15 العصر، فضروري تاخدوا بالكم انه تكونوا منتبهين لحقوقكم، ما تغامروش، وفي نفس الوقت كمان في الحياة العائلية تتجنبوا اي جدال او نقاش ممكن يعمل لكم صدام مع الأهل أو القرايب، فحاولوا تحافظوا على اللباقة، وكمان تقاوموا أي مشاعر سلبية زي ذكريات حزينة بتسيطر عليكم، فحاولوا تقاوموا المشاعر السلبية عشان تعرفوا تستمتعوا بوقتكم. نروح بعد كده لبرج العقرب. مواليد العقرب عندكم القمر في منزل العلاقات، وبيديكم فرص انكم توطدوا علاقتكم بكل اللي حواليكم على كل الأصعدة، وهو يوم يعتبر مناسب بس لغاية الساعة 3:15 العصر. ده الفترة دي تقدروا انكم تعملوا لقاءات موفقة، بالذات لو لقاءات مهنية تقدروا تلاقوا حلول لأي أزمات مقابلاكم، وده وقت يعني يجيب لكم فرص انه تعرفوا تتفهموا بصورة افضل مع كل اللي حواليكم، سواء كانوا في العيلة او زملاء في الشغل او رؤساء في الشغل. بس طبعا طول الوقت لازم تبقوا منتبهين لحقوقكم برضو، لان العقرب في مواجهتكم في اورانوس، فلازم طول الوقت تكونوا منتبهين لحقوقكم. نروح بعد كده لبرج القوس. ومواليد القوس عندكم القمر في المنزل الثاني، فمهم انكم يعني تاخدوا بالكم ان التركيز مش احسن حاجه في اليوم ده، فلازم تراجعوا كويس كل خطوه بتعملوها في الشغل، وفي الفلوس كمان راجعوا كويس حساباتكم عشان ما يحصلش اي خسائر. نروح بعد كده لبرج الجدي. ومواليد الجدي القمر مكتمل في برجكم، واكتمال القمر ممكن يخليكم عصبيين، فخدوا بالكم، حاولوا تقاوموا ميلكم للعصبية وخليكم صبورين ومتسامحين أكتر ومرنين كمان. نروح بعد كده لبرج الدلو. الدلو مطلوب منكم انكم ما تعلنوش خططكم وتعملوا كل حاجة في سرية وكتمان في اليوم ده. مهم كمان تبعدوا عن الفخر بنفسكم وبإنجازاتكم. وفي الناحية الصحية مهم تاخدوا بالكم من صحتكم أكتر، الطاقة ما هياش كبيرة، الطاقة البدنية، فمحتاجين تاخدوا وقت كافي من الراحة وتنظموا جهودكم وما تضيعوش طاقتكم في شيء ملوش لازمة. نروح بعد كده لبرج الحوت. ومواليد الحوت عندكم القمر في وضع داعم، وده لغاية 3:15 العصر، فتقدروا انكم تعملوا لقاءات مهنية موفقة، وتعرفوا تحصلوا على دعم من الزملاء في الشغل او الرؤساء في الشغل. في الحياة الاجتماعية كمان تعرفوا تستمتعوا بوقتكم، لو عايزين تحضروا لخروجة تجمعكم بالأصحاب أو يبقى في توطيد لعلاقات بأصحاب، ده وقت مناسب لغاية 3:15 العصر، بس بعد كده هتكونوا الطاقة البدنية أقل، فمحتاجين تاخدوا وقت كافي من الراحة أكتر. إن شاء الله يكون يوم حلو على كل الأبراج، وبكرة فيديو جديد ويوم سعيد. يوم سعيد على الجميع إن شاء الله. زي ما تعودنا طبعا علشان نكمل يومنا بسعادة، بيكون معنا ضحكتنا وابتسامتنا اللي بنبدأ بيها اليوم. اخترنا ضحكة اليوم النهاردة مع الفنانة الجميلة ماري منيب، نتابعها ونرجع لكم مرة تانية.
ومن الابتسامه والضحكه ناخدكم لموضوع ما فيهوش ابتسامه ولا ضحك الحقيقه، بس يمكن نساعد انه يكون في ابتسام وضحك. في الفتره الاخيره بدات حالات الانفصال والطلاق تكون اعدادها كبيره جدا، وده طبعا باسباب يعني متعدده، لكن من الاسباب اللي ممكن تكون يعني جزء اساسي في هذا الامر ان الطرفين محدش منهم بيتنازل او بيقدروا يوصلوا لحل وسط مع حدوث اي مشكله او اي ازمه في العلاقه الزوجيه، وده بيتطلب منهم ان يكون عندهم يعني تجنب لبعض الممارسات السلبيه. تعالوا نشوف مع بعض يعني بعض الممارسات السلبية، في معلومة تهمك، ونرجع نكمل معاكم حلقتنا في يوم سعيد. دايما كاميرا يوم سعيد بتحاول انها تكون موجوده في كل المناسبات والفعاليات اللي بتهم حضراتكم، وعشان كده من ضمن الناس اللي بالتاكيد بيكون عندها الرغبه في متابعه الموسيقى والمناسبات المختلفه في الاعمال الفنيه والاوركسترا وغيرها. عشان كده كان في حفل اوركسترا وتريات اوبرا الاسكندريه، ده كان بالاشتراك مع الموسيقار هاني شنوده. هنروح ونشوف التفاصيل ونرجع مع بعض نكمل فقرتنا في يوم سعيد. في اليوم الثاني من فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، شهد المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية أجواء احتفالية راقية أحيتها أوركسترا وتريات الإسكندرية بقيادة الموسيقار الرائع هاني شنودة. كما عبر لنا الحضور عن أهمية هذه الحفلة نظرا لما تحمله من ذكريات غنائية كانت وما زالت قادرة على تشكيل وجدان المجتمع. انا اخترت ان انا اعمل علموني عينيه كساف بتاعت محمد منير، اول اغنيه عملتها له، وما تحسبوش يا بنات ان الجوازه طبعا وماشي الصنيوره، وانا بعشق البحر وبحلم معاك يعني من كل بستان زهره عشان الناس تبقى طالعه مبسوطه. هي ان في حاجه مهمه قوي قوي احنا ما تخفاش علينا، ان احنا بنأكد الهوية المصرية. انا عايز اقول لكم ان احنا فرقة المصريين، اول شريط كان فيه اغنية بتقول العالم كله مدين لحضارة المصريين، والعالم اصبح عالم بنا احنا يا مصريين، والعالم كله مدينة. فاحنا عايزين نمسك في الحكاية دي، احنا اللي عملنا الاهرامات وابو الهول، احنا اللي فعتنا، واحنا اللي فعتنا قناة السويس، واحنا 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 العالم كله مدين لحضارة المصريين. بتاعت الأستاذ هاني بتضم أعمال موسيقية بحتة، وبتضم موسيقى لأفلام، زائد أنها بتضم برضو موسيقى اللي هي الأغاني يعني. في حاجة مميزة جدا للأعمال بتاع الأستاذ هاني شنودة إن هو بيبتدي من الحاجات الشعبيات زي زحمة، مرورا بكذا حاجة لغاية ما بيوصل لغاية نجاة بحلم معاك وأنا بعشق البحر. فهو الحقيقة متنوع جدا جدا. ده
شرف كبير وانا متحمسه جدا ان انا اطلع واشوف الناس، ومتحمسه ان احنا نغني النهارده الاغاني الحقيقي كل مره بغنيها بتبسطني كاني بغنيها لاول مره، وان شاء الله الناس تتبسط، وانا فخوره بجد ان انا موجوده النهارده. طبعا متشرف جدا ان انا اشارك في حفله كبيره يعني على المسرح الاوبرا، ان انا دي بالنسبه لي اول مره ان انا اشارك في المسرح ده او اغني على المسرح ده، وفخور جدا ان انا اغني مع الفرقه الكبيره جدا او الاوركسترا الكبيره جدا والمايسترو طبعا هاني شنودة. مبسوطه جدا لان دي اول مره اغني في الاوبرا بتاعه القاهره، انا كنت بغني دايما في اوبرا اسكندريه بس دي اول مره، فدي اكيد شرف كبير جدا ليا. النهارده هنغني اغاني المايسترو هاني شنودة كلها بالافلام اللي عملها، شوارع حواديت، ماشيه الصنيوره، ما تحسبوش يا بنات، وكمان المايسترو هنا هيعزفوا ألحان كبيرة كتير لي. أولا هاني شنودة بيثير في القلب شجون لذكريات قديمة مع فن جميل وفن محترم، فرقة المصريين مع بعد كده في عمار الشريعي، فرقة الأصدقاء، إذن كان عندنا في هذا التوقيت فترة من الفن الراقي المتطور اللي بيعتمد برضو على الشباب مع خبرات الموسيقار هاني شنودة اللي أتحفنا بأغاني لغاية دلوقتي إحنا لسه فاكرينها، ولما بنتذكرها بنتذكرها بنوع من الجمال، وألحانه مستمرة معانا لفترات طويلة. بنحب دايما نحضر الحفلات بتاعته دايما، يعني كل performance لهاني شنودة بنحب نيجي نحضر له دايما. هو دايما بيفاجئنا طبعا، كل مرة بيبقى فيه وجوه جديدة بيجيبها، وهو دي طبعا ميزة كبيرة في أستاذ هاني إن هو بيجيب ناس جديدة كل مرة، فدي يعني منتظرين نشوف بقى ناس يعني مختلف عن المرات اللي فاتت. الأجواء جميلة جدا، والحفلة طبعا إن شاء الله تكون جميلة، ونستمتع بوقت جميل مع الأستاذ الموسيقار الكبير هاني شنودة، وربنا يا رب يسعد الجميع. طقس من الموضوعات المهمة اللي كلنا بنهتم بيها هذه الأيام نظرا يعني شدة حرارة الجو، وأملنا أن الصيف يهون علينا شوية كده بنسائم صيفية حلوة من بتاعت زمان. لكن هيئة الأرصاد الجوية بتؤكد أن النهاردة الحقيقة يسود طقس شديد الحرارة راتب نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع أن يعني يكون شديد الحرارة نهارا وراتب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد. وبتتوقع كمان هيئة الأرصاد الجوية أن ليلا هيكون راتب على شمال البلاد مائل للحرارة راتب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء. نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، ونرجع نكمل معاكم. يوم سعيد. بعد ما اطمنا على درجة الحرارة او مش اطمنا، بعد ما عرفنا درجات الحرارة ونحاول ناخد بالنا عشان نطمن على بعض، يعني علشان درجات الحرارة وتأثيرها شفنا درجات الحرارة المتوقعة، ويعني نتبع كل التوجيهات اللي دايما الخبراء بيقولوا لنا. لان بصراحة فكرة موضوع الإجهاد الحراري دي ناخد بالنا منها قوي، لانها فعلا بتحصل بسبب انك مش معرض للشمس، وانا كمان مش معرض للشمس، لكن وناس كتير الحقيقة تعرضت لها في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقلة طبعا يعني شربنا للسوائل والمية والكلام ده، فمع الرطوبة مع الحاجات دي بتحصل مشكلة.
كلنا ناخد بالنا بقى. ده لا يمنع برضو ان احنا نمارس الرياضة، عشان كده دايما في يوم سعيد بيكون معنا فقرتنا الرياضية وتمارين بنبدأ بيها يومنا. معنا النهاردة كابتن سيد، كابتن يوم سعيد، نشوف التمرين ونرجع لكم مرة تانية. قناة المحور وبرنامج يوم سعيد، معكم كابتن السيد ابراهيم من وورلد جيم جري سكوير. النهارده هنعمل تمرينة فول بودي باستخدام الدمبلز، ممكن نعملها في البيت عندنا. اول تمرين معانا همسك الدمبلز كده، انزل سكوات واطلع فوق، اعمل شولدر بريس، سكوات شولدر بريس، سكوات شولدر بريس. رابع تمرين معانا هننزل نلعب بوش ابس واحنا ساندين ايدينا على الدمبلز. يوم سعيد. وجبة الفطار من الوجبات المهمة والرئيسية، وإحنا بنحاول معاكم تكون صحية ومميزة مع شيف يوم سعيد، شيف روبي. هنتابع معاها وجبة الفطار واقتراح لوجبة الغداء ونرجع نكمل معاكم. يوم سعيد. صباح الخير وفي يوم سعيد، معاكم الشيف روبي. النهاردة هنعمل وصفة جديدة للفطار، والمرة دي هنعمل حاجة حلوة مش زي المعتاد، هنعمل حاجة بالمربى وزبدة الفول السوداني. واحنا طبعا عارفين ان دي زبدة الفول السوداني والمربى الاتنين مليئين بالسعرات الحرارية المفيدة للجسم. اوكي، الوصفة دي هيبقى معانا فيها توست، زبدة جرانولا، زبدة فول سوداني، وسكر بودرة حسب الرغبة، والمربى. أول حاجة هنسخن مقلية على النار ونحط فيها زبدة عشان دي اللي احنا هنحمر فيها
التوست بتاعنا علشان نعمله مقرمش، وعلشان نعمل الساندويتش يبقى حلو ويبقى مقرمش. اوكي، هنجيب التوست نزود النار شوية. نحمر التوست، هنحط اتنين مع بعض اللي هو هيبقى الساندويتش بتاعنا، ونسيبه ياخد لون وفي نفس الوقت يتحمر كويس في الزيت. هنحضر الساندويتش بتاعنا اللي هو زبدة الفول السوداني والمربى والجرانولا. دي يا جماعة تنفع جدا للناس كمان اللي بتروح الجيم، لان دي بتدي طاقة كويسة جدا، تنفع لأولادنا وهم رايحين المدارس، بتدي طاقة وبتدي باور ان هم يقدروا يوصلوا اليوم بتاعهم، ومليئة بالقيمة الغذائية اللي احنا محتاجينها ليومنا. وفي نفس الوقت عاملينها بالتوست البني، واحنا عارفين ان التوست البني بيبقى قمح كامل او شوفان، فوصفة صحية 100%. هنسيب التوست هنا يتحمر مع بعض، ممكن نزود كمان شوية النار. احنا ممكن نحط اتنين كمان على فكرة. كده لحد بس ان هو ينشف شوية معايا. اوكي، هنحط زبدة الفول السوداني، هنفردها كويس كده على التوست، والمربى والجرانولا. صدقوني يا جماعة وصفة شهية جدا ومليانة بالقيمة الغذائية وصحية جدا جدا 100%. وممكن نحط سكر بودرة وبألف هنا وشفا. ويلا بينا نروح نشوف وصفة الغداء النهاردة. لسه معاكم في يوم سعيد، وطبعا دايما هنا في البرنامج بنحاول ان يكون معانا نماذج متميزه، سواء بالنسبه للمواهب مثلا زي ما كان لسه معانا قريب، ودلوقتي هنتكلم عن ناس متميزه في العلم، وبالتاكيد كلها لازم تكون قدوه لكل اللي بيتابعنا هنا في يوم سعيد. معانا النهارده نموذج لطلبه قرروا ان هم يعملوا مشروع، المشروع ده كان مميز جدا، خد مركز أول في معرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا، وبيتكلم عن مشاكل السوشيال ميديا، لأن احنا باستمرار نتكلم عن السوشيال ميديا ومشاكلها والأضرار اللي بتتسبب فيها، ومن ضمنها وعلى رأسها فكرة الشائعات، لأن الشائعات بمنتهى البساطة أنا ممكن أنزل بوست وواحد يعمل له شير شير شير، وبالتالي في دقايق تلاقي الدنيا كلها بتتكلم عن الخبر الفلاني وهو ملوش أي أساس من الصحة. عشان كده هم عملوا سوفت وير موديل بيجمع التعليقات وبيتم إدخالها في الموديل ده، تفاصيل كده تقنية معينة هنتكلم عنها، من خلالها بيقدر يكشف على الجزئية الخاصة بصحة المعلومة أو بصحة البيانات اللي نازلة وغيرها
بيعملها من التفاصيل الخاصة بيها من خلال استخراج المشاعر، المفردات اللغوية، تعليقات المستخدمين على السوشيال ميديا إذا كانوا فيك مثلا ولا لا. هو بيستخدم الذكاء الاصطناعي. هنعرف إزاي مع واحد من ضمن اللي اشتغلوا على التصميم ده أو على السوفت وير ده تحديدا، مع عبد الرحمن وائل. أهلا بك عبد الرحمن. أهلا مهدي. أهلا بك عبد الرحمن ويومك سعيد. بس خلينا قبل ما نتكلم على التطبيق أو الابليكيشن اللي قدمتوه أنت وزميلك، نعرف كده أنت بتدرس في تانية ثانوي في مدارس ستيم. مظبوط. اختيارك للمدرسة كان ليه؟ والمشروع ده مشروع من ضمن المشاريع اللي كنت بتشتغلها في المدرسة ولا ده حاجة منفصلة؟ تمام. هو اختياري للمدرسة كان ليه؟ لأن هي طبعا مدرسة معروفة أن هي دايما لازم كل ترم نشتغل على مشروع معين، وهما بيبقى مجهزة بمعامل وحاجات تساعدنا أن احنا نعرف نشتغل المشاريع دي أصلا. بالنسبة للمشروع ده كان ليه علاقة المدرسة ولا لا؟ فهو احنا كده بنشتغل أساسي، لازم نشتغل على مشروع كل ترم. فزيادة عليه احنا حبينا ان احنا نحاول ان احنا نساهم نحل مشكلة من مشاكل مثلا مصر، فعملنا المشروع ده يعني زيادة مرة المدرسة. انت شايف ان مشكلة السوشيال ميديا جزء كبير منها انتشار الشائعات، بدأتوا تشتغلوا على الفكرة بأي الطرق وازاي الذكاء الاصطناعي ممكن يساعدكم في ده، خاصة ان هو في بعض الاوقات معلوماته مش دقيقة قوي، ازاي انتوا بقى خليتوا التطبيق يكون دقيق ويقدر يفهم فكرة الشائعة من عدمها؟ تمام. الموضوع بدأ ان احنا الاول دورنا على المشكلة اللي بتواجه مصر، فلقينا طبعا دور السوشيال ميديا الكبير في ان الشائعات دي بتنتشر وكده، فبدأنا ان احنا بقى بعد كده ندور على حل. فجبنا AI موديل هو بيتدرب يعني كتير، بنفضل ندخله في داتا سيتس ببوست وشائعات وحاجات مثلا من الشائعات والكومنتس كتير وكده. تمام. وهو بيتدرب عليها بحيث ان هو لما ندخله بعد كده اي بوست تاني خلاص عارف ان هو مثلا هيطلع، عارف الشكل بتاع الشائعات، فهو عارف ان ده شائعه ولا لا. فيقول لنا عاوزين مثال، يعني اديني مثال كده علشان يكون الموضوع مفهوم بالنسبه لنا. اوكي. يعني مثلا جبنا بوست مثلا مش عارفين ده اشاعه ولا لا، وخدنا الكومنتس بتاعته كمان، هنقوم مدخلينها للموديل، فالموديل هيبتدي يحلل زي ما قلنا المشاعر والمفردات اللغويه اللي فيها وكده، ويقول لنا اذا كان البوست ده اشاعه ولا لا. بس من خلال الكومنتس اكتر اللي مكتوبه وردود افعال الناس. يعني بتبين بقى اذا كان في مفردات بتدل على ان ده فعلا حاجه ايجابيه او حاجه سلبيه. يعني مثلا كان في دراسه في 2016 اتعملت اثبتت ان في ان اي بوست مثبت ان هو فعلا اشاعه فيك بيكون الكومنتس بتاعته ماشيه على نمط معين. يعني بيبقى في اليوزرز بيتقسموا لاربعه، اول يوزر يا اما بيسال هو ده اصلا اشاعه ولا لا البوست ده، اليوزرز التانيين بينفوا ان ده مش اشاعه اصلا. تمام. في يوزرز تانيه بياكدوا ان البتاع ده صح ده مش اشاعه، في يوزرز ما يعرفوش اصلا. طيب نسبه نجاح الاي اي في ان هو يكتشف اذا كانت شائعه من او لا، نسبه نجاحه كانت قد ايه؟ يعني هو في دراسات سابقه كانت حلول تانيه للموضوع ده كان وصلت ل 75% تقريبا، واحنا لما زودنا عليه موضوع المشاعر والمفردات اللغويه وصل لحاجه 90% تقريبا. بس مساله المشاعر اولا وعاوز ابدا بدي، والمفردات اللغويه الموضوع محتاج جانب تخصصي شويه ان هو يحلل المفردات واستخدام الكلمه باكثر من معنى، والمعنى الفلاني ازاي بيستخدم باكثر من مصطلح، ده جانب تخصصي. ازاي اتعاملتوا معاه؟ هو طبعا فعلا بيركز مثلا، يعني في حاجه مثلا زي هابي واكستاتيك، هابي دي معناه ان هو فرحان، اكستاتيك دي فرحان قوي. فاحنا بندربه على كل ده، نفضل ندخله كلمات مختلفه فهو يطلع مثلا شده الفرحه قد ايه، هو يبتدي يتدرب يعني على الحاجات دي كلها، وده برضه بيعتمد على كتر البوست والكومنتس اللي احنا بنفضل ندخلها له. انتوا بقى من خلال ده بتقدروا، ومعلش انا بسال في الامور دي تفصيلي شويه عشان الناس تبقى واضح بالنسبه لها، احنا شايفين ده على الشاشه دلوقتي، هل مثلا هو بيقدر يطلع ان دي زي ما بيسموها كده لجان الكترونيه انها ممنهجه وانها حسابات مثلا وهميه؟ هو ده كان بروتوتايب احنا عاملينه عشان بس نشرح للناس فكره ازاي ازاي الموديل بتاعنا بيتدرب ويحسب كل الحسابات دي يعني. تمام. بس هو المفروض الموديل الاصلي ان هو بيطلع لنا على طول اذا كان البوست ده على طول اشاعه ولا لا، فكل دي حسابات، دي مثلا الايموشن انتنسيتي اللي هو الهابي اكستاتيك اللي قلت لحضرتك عليها. تمام. فهو دلوقتي هنا كتب هابي فطلع لنا ان هو مثلا فرحان بنسبه معينه، فلما يكتب دلوقتي اكستاتيك يطلع ان النسبه للفرح اكتر، فده يبين لنا ان هو ازاي بيركز في كل تفصيله بالظبط.
هو انتوا عاملينه بالانجلش ما ولا هو كان في ليميتيشنز ان احنا ما فيش غير داتا سيتس بالانجلش والصيني بس، فده ما وقفناش. وبرده احنا كان عندنا هدف ان احنا ندور على لغتين بعض عن بعض تمام، زي ما احنا عارفين ان كل لغه بتعبر عن نفسها بمشاعرها مختلفه، مفردات لغويه مختلفه، خصوصا ان احنا في اللغه العربيه كمان في يعني مفردات كتيره وكمان العاميه، فبرضه الناس ما بتكتبش على السوشيال ميديا باللغه العربيه الفصحى بالظبط. فاحنا بس خدنا الداتا سيتس الصيني دي والانجليش وضربناه عليها، ومن الفيتشر بلانز بتاعتنا اصلا ان احنا نعمل احنا بقى داتا سيتس عربي وندربه عليها بقى كمان. خدت وقت قد ايه لحد ما تقدر ان انت تدخل له كميه ضخمه من المصطلحات؟ يعني احنا بدانا تقريبا اول مسابقه دخلناها في شهر مارس، بدانا تقريبا من شهر 12. طب يعني ايه التحديات الثانيه اللي واجهتكم يا عبد الرحمن، خصوصا ان انت اتكلمت على فكره اللغه يعني، وانه اللي موجود دلوقتي الصيني والانجليزي، فده برضو تحدي من التحديات اللي كانت اساسيه قدامكم قدرتوا ان انتوا او بتحاولوا ان انتوا تتغلبوا عليها؟ ايه تاني تحديات قابلتكم وانتوا شغالين على التطبيق ده؟ تمام. هو برضو من التحديات يعني غير ان احنا كان انجليش وصيني بس، حتى الانجليش والصيني كان عدد الكومنتس والبوست اللي فيه قليل، يعني مش كتير اصلا ان احنا ندرب عليه، بس يعني عرفنا نتصرف. ومن ضمن التحديات الثانيه ان احنا كنا شغالين اصلا في الدراسه غير المشروع بتاع المدرسه اصلا اللي بنشتغل عليه كل ترم، في اعتبار كنا شغالين على مشروعين في نفس الوقت وكان امتحانات وكده، فده برضو كان من ضمن التحديات. هو ليه علاقه المشروع ليه علاقه بالجانب التخصصي في المدرسه عندك ولا لسه ما تخصصتش في شيء معين؟ لا لسه ما تخصصناش في شيء معين، بس احنا كده كنا بندرس يعني زي بايثون والحاجات دي في المدرسه كمبيوتر ساينس، فكان بيساعدنا يعني عندي لغه البرمجه. طيب يعني من الحاجات المهمه الدخول في مسابقات، وده بيدي برضو يعني مميزات وايجابيات كتير، ايه الحاجات اللي اتغيرت فيك يا عبد الرحمن بعد ما دخلت مسابقه حسيت ان فعلا المنافسه غيرت في شخصيتك وفي تفكيرك شيء؟ يعني هو برضو ان انا اشتغلت على مشروع جديد، ساهمت في ان انا حليت مشكله لمصر، تعرفت على ناس كتير طبعا من المسابقه دي، فتح لي فرص كتير بعدها، من المشروع بدا يتعرف، بدات انا اتعرف برضو، اداني برضو ثقه في نفسي ان انا لا انا في ممكن اعمل حاجه كويسه يعني اساعد مصر وكده. عرضته على مين استعر يعني عرضته عليه المشروع ودعمكوا او على الاقل بدا يتكلم معاكوا فيه ان هو يتطور او كده؟ يعني هو حاليا الصراحه ما وصلناش اي دعم، بس احنا حاولنا ان احنا نحاول ناخد ندخل المسابقات عشان ناخد فرصه ان احنا نوصل للناس. دخلتوا يعني دخلتوا كم مسابقه بالتطبيق ده؟ يعني لغايه دلوقتي دخلنا 3، اول 2 كسبناهم والثالثه يعني ما حصلش نصيب. الحكام كانوا بيسالوكوا في ايه؟ يعني هو مثلا الداتا سيتس دي مثلا جبتوها منين؟ ايه مشكله طبعا لازم اول اي مسابقه لازم ندخل لازم الاول نتكلم عن المشكله، وبعد كده بنتكلم عن الحل بتاعنا، حل ايه هو الحل، وبعد كده مثلا الفيوتشر بلانز بتاعتنا هنطور فيه ازاي وبس. ايه اللي يعني نقدر نقول ان من خلال البوست التعليقات اللي فيه تقدروا تقولوا ان دي عباره عن لجان الكترونيه، عشان احنا كمان بالتاكيد مش هنبقى زي التطبيق، على الاقل نبدا كده من تحليل التعليقات نقول والله لا دي واضح انها لجنه، واضح انها حاجه الكترونيه معموله، لان اعتقد حضرتك بقى يعني انت هتبقى ادرى بالامور دي، انها بتكون متبرمجه مثلا انها تنزل تعليقات لوحدها، توضح لنا الجزئيه دي عشان احنا كده برضو لو مش متخصصين ناخد بالنا من الجزئيات دي على المؤشر. هو مش هيبقى زي لجنه، هو ممكن مثلا الموديل بتاعنا ان احنا نعمل له انتجريشن في اي ميديا ايجنسي، مثلا على سبيل المثال المحور هي بتاخد مثلا الموديل بتاعنا واي خبر قبل ما ينزلوه فهم بيعدوه على الموديل الاول، فالموديل مثلا بيقول لهم الخبر ده مثلا اشاعه، فبيتجنبوا مخاطر كتير بقى وحاجات كتير تحصل بعد كده لو ده اشاعه، لو قال له لا ده تمام ابروفد ان هو مش اشاعه وده خبر مثبت فلا يعني عادي ينزلوه. انا هنا بتكلم انا كمتابع للسوشيال ميديا عادي بشوف بوست كيوزر يعني عادي يوزر عادي ونازل وناس بتعلق، لو استعرضت التعليقات بسرعه كده هل في مؤشر انا ممكن بدون الموديل اللي انتوا عاملينه يديني اي مؤشر دلاله عليه؟ يعني هو ممكن صعب زي ما قلت الموديل بيركز في كل تفصيله، حتى لو فصله مثلا او نقطه بيركز في كل تفصيله، بيكون متدرب على حاجات كتير، يعني هو مش داخل له مثلا بوست او لا، هو ممكن يدخل له ملايين البوستات والكومنتس، فممكن يبقى صعب كيوزر حتى انا مثلا صعب ان انا احدد يعني لوحدي من اول ما اشوف. طيب
يعني من الحاجات المهمة أو الأشياء برضو اللي بتتسألوا عليها كتير أكيد تكلفة المشروع. يعني هل لما تيجي تعمل تطبيق وبيكون مكلف محتاج لتكلفة مالية يعني ولا لا؟ هو أغلب المشاريع بتحتاج يعني فلوس كتير عشان بيبقى مثلا هاردوير ولازم بروتوتايب وكده، بس احنا سوفت وير، فكل اللي بنحتاجه مثلا هو جهاز أو لابتوب كويس يساعدنا يعني. فممكن أقل لما مثلا يكون مثلا 30-40 ألف 50، فهي بس مشكلتنا في اللاب مش عارف. أنت الترم ده مشروعك أصلا في المدرسة ايه؟ هو اخر ترم كان مشروع احنا المشروع بتاعنا كان اشتغلنا على ان احنا نولد من المي من ايه طاقه نظيفه كلير انرجي، نولدنا من حركه الميه. مش سوفت وير زي اللي بنتكلم. لا سوفت وير ده للسنه الجايه يعني، يكون الاي اي بقى والسوفت وير هنشتغل السنه الجايه. ممتاز، فده هيساعدنا يعني المشروع بتاعنا ان احنا اوريدي اشتغلنا على حاجه قبل كده. طيب عبد الرحمن، واحنا بنتكلم برضو على مدارس ستيم، هي مدارس مميزه جدا يعني، لو في طلبه بقى بيشوفونا دلوقتي او اولياء امور من اللي اولادهم السنه دي متخرجين من اعداديه او رايحين الاعداديه، ايه الحاجات اللي انت شايف انها مميزه جدا في المدرسه عندك تشجعهم عليها وبرضو انهم يدخلوها يعني، وايه الشروط للالتحاق بيها؟ هو انا بشبه يعني الحياه في ستيم كنموذج مصغر للحياه الجامعيه بالظبط، فهو برضو بنعمل مشاريع زي الجامعات بالظبط، المعامل المجهزه ان احنا نعرف نعمل المشاريع دي، المنهج عندنا اتقل فبيأهلنا ان احنا ازاي نتعامل في الجامعه بعد كده، بيبقى عندنا سكيلز اكتر بنتعلمها، برزنتيشن، الحاجات دي كلها بيتكوا عليها، بس احنا لما نطلع الجامعه نعرف ان احنا يعني نبقى مجهزين اكتر يعني من غيرنا. وده حتى اللي هيدخل بقى المدرسه، ايه الاستعدادات او ايه الشروط اللي لازم تكون موجوده، المجموع الخاص بيه، المواد مثلا هل يكون في درجات معينه وغيره؟ هو حاليا الشروط الجديده تقريبا كانت لازم يجي 98 فيما فوق ومش لازم يقفل اي ماده، او 95 فيما فوق يقفل ماده من الانجليش اويل تقريبا او الماث او الساينس، واحده فيهم يعني. طبعا غير الامتحان اللي هو بتاع القدرات للمدرسه اللي هو يعني. هو بس يحتاج يخش يقدم عليه مش عارف من الاداره تقريبا وبس يعني. العادي نفس نظام الترم برضو ونفس المده الزمنيه الخاصه بالترم زي المدرسه العاديه؟ يعني هو ممكن فرق اسبوع بس نخلص، لكن مش بنتاخر يعني عن عام مثلا. دي الشهاده بتاعتكم بحصولكم على المركز الاول في المسابقه كلها. عن المسابقه كلها، انتوا عرفتوا عن المسابقه ازاي وشاركتوا فيها ازاي؟ يعني برضو فكره ان انتوا عملتوا التطبيق عاملينه علشان تشاركوا بيه في مسابقات ولا لا كنتوا عاملينه وبعدين لما ظهرت قدامكم مسابقات شاركتوا فيها؟ هو كان في مسابقه في الاول قبل اللي هي اللي كسبناها دي، كنا عاملين اصلا فعلا مشروع عشان المسابقه دي اللي هي ايسف اللي تأهل بعد كده لامريكا وكده، بس دي ما حصلش فيها نصيب. فجه المفروض في كل مدرسه بيبقى فيه كونسلر ده اللي هو مسؤول عن المسابقات، فهو يعني جه قال لنا ان في مسابقه كذا، فاحنا دخلنا شفناها وقدمنا عليها يعني وكده وحصل في الاخر. هل في مشروع شبيه او مشروع بيعتمد على نفس المبدا الخاص بيكم في الموديل اللي بنتكلم عنه النهارده في على مستوى العالم مثلا؟ هو اللي اكتشفناه يعني من يومين لما اخر مسابقه حضرناها، ان كان في دكاتره الجامعات يعني الدكتور اللي دخل يقيمنا قال لنا ان في دكاتره عنده في الجامعه عاملين بحث نفس بالظبط اللي احنا عاملينه، وده كان حاجة احنا نفخر بيها ان احنا طبعا لسه في تانية ثانوي وشغالين على نفس حاجة الدكاترة في جامعات يعني شغالين عليه. ايه الفيتشرز او ايه الخصائص اللي حابين تضيفوها على التطبيق وشايفين ان هي ممكن تساعد اكتر في تطبيقكم على الانتشار؟ هو اولا طبعا ان احنا نضيف داتا سيتس بالعربي وممكن لغات تانية اكتر كمان عشان ننشره في العالم كله. تاني حاجة ان احنا ندربه برضه على حاجات حديثة يعني قضايا او اي بوستات حديثه لسه نازله، بحيث ان هو برده يبقى مواكب العصر معانا. تاني حاجه ان احنا برده ممكن ندخل بدل ما هو بس مشاعر ومفردات لغويه، فممكن ندخل له لايكس، ريبوست، الحاجات تانيه اكتر يعني تدربه يعني اكتر. دخلوا له كمان موضوع الشير، ده جزئيه مهمه جدا. ما هو ده على حسب ما يحلل هو بقى كده الشير معمول له كام شير، معمول له صفحات محدده. ممكن يبقى معمول له شير كتير وهو حاجه شائعه يعني، ده اللي هيثبت ان هو شائعه صح؟ هيوضح، لا ممكن برضو يوضح حاجات بقى انتوا متخصصين. هو ده احنا كده كده هنجرب يعني، هندخله اللايكس والبوست والشير وكده وهنشوف هيعلي الاكيورسي معانا نكمل عليه ولا مش هيعلي، ساعتها هنلغيها بقى.
انتوا ناويين تكملوا على المشروع يعني وتوصلوه لفكره انه يكون مثلا ستارت اب ليكوا او كده، ولا لا يعني هو كان مشروع وخلاص خدتوا بيه جوائز وهتتوقفوا عند كده؟ هو حاليا عشان ثانويه عامه وهيبقى في مشروع جديد ان احنا نشتغل عليه يعني وكده، فاحنا حاليا موقفينه، بس يعني لو جالنا دعم ان احنا نعرف نكمل وكده اكيد يعني هنكمل. انا هي المسابقات ما فيهاش دعم؟ لا، هو بس المسابقه كنا خدنا فيها جايزه كانت 10,000، والمسابقه الثانيه كانت 3,000، بس هو طبعا اقل دلوقتي اللابتوب عشان نشتغل عليه كان 50,000. امال انتوا اشتغلتوا على ايه علشان تتخرجوا؟ هو كان لاب يعني تبع العيله عندنا. مش حاجه يعني انتوا محتاجين حاجه بمواصفات خاصه يعني علشان تقدروا تشتغلوا على التطبيق بشكل اكبر. مظبوط. تمام. عبد الرحمن، انت نفسك تدخل كليه ايه؟ هي حاجه مختلفه عن اللي انا اشتغلت فيه ده كله، طب يعني. ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق، بس اكيد يعني المهارات دي برضو ليها علاقه أكيد بالطب. ممكن يعني تدخل برضو كمان بالتاكيد خبرتك بقى كده في الذكاء الاصطناعي وكده، ممكن يدخل في المجال. خلاص هو ده وده اللي انا نفسي فيه، انا حتى ادخله في المجال اللي انا بحبه. صح. وده اللي ناوي اشتغل يعني عليه السن، ممكن في الجامعه كمان يعني. يعني برضو فكره ان انتوا لسه طلبه وسنكم يعني صغير، قعدتوا تدوروا قد ايه على معلومات وعلى داتا تساعدكم في ان انتوا تستخدموا الاي اي وتقدروا تخرجوا بشكل تطبيق كويس تنافسوا بيه في مسابقات؟ هو زي ما قلنا احنا تقريبا بدانا في شهر 12، فقعدنا الاول 3 شهور لحد اول المسابقه. فطبعا احنا محتاج سيرش كتير وابحاث كتير، وندور مثلا على سيرش بيبر هنا، ندور على داتا هنا، وهو الموضوع بيحتاج كتير. واللي ساعدنا ان احنا اوريدي في المدرسه يعني اعتمادنا الكبير بيبقى على السيرش اصلا والريسيرش، وبرده في المشاريع اللي بنشتغل عليها يعني. يعني دي ميزه برده في مدرستكم يعني كبيره جدا، انكم تعتادوا على فكره البحث وانكم تدوروا على المعلومه. بالزبط. والتعليم الذاتي ده برده في شيء مهم جدا. احنا بنشكرك جدا عبد الرحمن وائل يعني على وجودك معانا وعلى التطبيق المميز ده، ونتمنى ان انتم تكملوا فيه وان شاء الله تقدروا تحققوا كل اللي نفسكم فيه. نورتنا في يوم سعيد. شكرا. هناخدكم دلوقتي ليه بتحب شغلك، اكتر حاجه مميزه فيه ايه، انت ايه الاخبار يعني بالنسبه للشغل؟ اعتقد مجال الاعلام عموما اكتر حاجه مميزه فيه ان هو في مجال الابداع شويه يعني غير تقليدي، يعني ممكن تحب تفكر في حاجه، تعمل فكره جديده، تعمل شيء جديد. اعتقد هو ده اكتر حاجه مميزه. او انت بما انك طالب يا عبد الرحمن بتحب شغلك كطالب يعني دلوقتي؟ الحمد لله. ربنا يوفقك. احنا نزلنا بكاميرا يوم سعيد وسالنا الناس يا ترى ايه الحاجه المميزه في شغلك وبتحبه ولا ايه. تعالوا نشوف ردود الناس ونرجع نكمل معاكم. يوم سعيد. الميزة الوحيدة اللي انت شايفاها في شغلك؟ ان هو بينفع الناس والناس بتلبس من هدومي. التواصل ما بيني وما بين الناس طبعا، بتعرف افكار الناس، بيزود لك فكرك انت شخصيا، بتعلم ان انا اعتمد على نفسي برضو وكده، واللي انا بكون نفسي بنفسي، بنزل براحتي، بروح براحتي، مش مرتبط بمواعيد معينه او مش مرتبط بصاحب عمل او الكلام ده كله. الميزة في شغلي ان احنا ضغط ده الميزه الوحيده اللي في شغلك. اولا تحس بذاتك في الموضوع، تفوق في عملك. الميزه اللي هو يعني ما فيش حركه كتير، يعني اللي هو ايه ما تعبش بره في الشمس وكده. الشغل بيعلمني ان انا اتكلم ازاي مثلا مع الناس، اشوف الحياه ماشيه ازاي. مش عارف لسه ايه الميزه اللي في شغلي. تايه شغله عموما كويس للبني ادم، بيدي يعني حافز كويس للواحد يعني يبقى مستقل بنفسه. الميزه اللي كلنا بنحب بعض، في تعاون مع بعضنا احنا كزمايل، الحمد لله كل واحد عارف شغله كويس، ما بنجيش على بعض، بنحاول نساعد بعض على قد الامكان. الميزه ان انت لو استغلتها صح ان انت بتقدر تحقق كل طموحك. باخد كورسات في التدريب، بالمره الفرق، بنحاول نطور نفسنا. شغل عملي ومنتج، وبالك هو مهنه كسوه يعني بيكس الناس يعني. والميزه انك انت بتتعاملي مع قطاعات مختلفه من الناس في مصر، يعني بتشتغلي في على مشروعات كتيره، بتساهمي في خدمه البلد بصوره كويسه جدا. موسيقى.
بنكمل معاكم حلقتنا النهاردة، والحقيقة أن الفقرة اللي هنتكلم فيها دي فقرة مهمة جدا، لأن كلنا محتاجين توعية فيها بشكل كبير، وهي حاجة مهمة جدا أن إزاي نتعامل مع ذوي الهمم وخاصة متلازمة داون. ضيفتنا في هذه الفقرة هي صاحبة مبادرة غاية في الأهمية، بتحاول من خلالها أنها تأهلنا كمجتمع لاستقبال الأطفال المصابين بمتلازمة داون. دكتورة عليا قررت أنها تلف كل محافظات مصر للتوعية بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ورغم كل الصعوبات اللي ممكن تكون واجهتها على مدار السنين اللي فاتت في توعية الناس ونشر هذه المعلومات عن ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة متلازمة داون، إلا أن مبادرتها لحد كبير قدرت أنها توصل لعدد كبير من الناس، وكان كمان من يعني الأشياء المهمة اللي حطيتها كجزء شريك في نشر الوعي رسالة الماجستير بتاعتها اللي قدرت من خلالها تتكلم عن فكرة تأهيل الأطباء في الكليات العلمية زي الصيدلة وطب وأسنان لفكرة المساواة والعدالة ما بين أصحاب يعني المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة متلازمة داون. احنا مشرفانا دكتورة علياء أحمد، مؤسسة مبادرة متلازمة مش أزمة. صباح الخير ويومك سعيد. صباح الفل. أهلا بيك يا فندم. أهلا يعني بيك. بداية متلازمة مش أزمة. مش أزمة. المبادرة جت يعني لحضرتك ازاي؟ احنا اتكلمنا وقلنا ملخصها كده، لكن الفكره نفسها جت لحضرتك ازاي وامتى بداتي تنفذيها؟ انا عايز اشكر استاذه علا على التقدمه العظيمه جدا، بس انا فخوره كمان اني ام لطفله من ذوي متلازمه داون. انا ولدت صوفي في 2015، وهي الملهم والسبارك لكل الحركه دي في حياتي وفي حياه ناس كتير، في الاول في الدايره الصغيره بتاعه العيله، وبعدين في العيله الكبيره اللي خلقناها مع بعض خلال الرحله دي خلال 9 سنين. فلما جت صوفي انا كنت يعني دايما زي اي ام يعني عايزه اجهز ابني او بنتي للعالم. لما جت صوفي باختلافها وبشرها، انت عرفتي من وانت حامل فيها ان هي هتكون صاحبه متلازمه داون ولا لا؟ عرفت بعد الولاده، وبعدين استخبوها كده 3 ايام عشان كانوا خايفين من الصدمه يعني عليا، وكانوا خايفين يعني عليها برضو، ما عرفوش يتعاملوا ازاي مع الموقف. وبعد ال3 ايام لما شفت بقى جمالها المختلف، يعني هي كانت الملهم يعني لكل الحركة دي، انه طيب احنا مش محتاجين بقى نجهز صوفي للعالم، احنا محتاجين نهيئ العالم لصوفي لاستقبالها باختلافها باحتياجها باضافتها يعني كمان المختلفة عن الاطفال العادية او عن تجربة. بدأت تشتغل ازاي على فكرة المبادرة وانت عارفة ان المجتمع عنده مشكلة في فهم النوعية دي من الأطفال، وأكيد وانتي ماشية قبل صوفي ما تكون يعني شريك في المبادرة سمعتي عبارات ضايقتك كأم وحسستك قد إيه انتي مش قادرة تعبري عن اللي جواكي وتقولي لهم لا انا بنتي هي الداعم الاساسي ليا مش انا الداعم ليها. ده حقيقي خالص. يعني الـ 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 يمكن الحد او التحدي الاساسي هو الخرافه فيرسس الحقيقه، يعني الخرافات اللي احنا دماغنا اتملت بيها لسنين طويله يمكن هي الحاجه الوحيده اللي تعتبر تحدي ما بين ان صوفي واخواتها اللي زيها يمارسوا حياتهم بشكل عادي وبسيط. فكل مره مثلا صوفي او احد من اخواتها يجي يقدم في المدرسه يبقى قدامه الخرافه بتاعت ان هم غير قادرين على التعلم، هي التحدي هي البارير مش اعاقته. فاول ما نفك الخرافه دي ونجيب الحقائق بتاعه انه ذوي متلازمه داون ومعظم الاعاقات الذهنيه في العلم اديوكابل يعني قادرين على التعلم. فلما نحط ده الحقائق دي ونرجع تاني للدستور قابلين، لكن بنسب صح كده دكتور؟ بنسب كلنا بنسب طبعا يعني حتى جاردنر قال ان في 9 انواع للذكاء، فده معناه انه ممكن أستاذة علا تبقى ذكية جدا جدا في الجغرافيا لكن علياء أذكى في العمليات الحسابية وصوفي أذكى في العمليات الوجدانية والتواصل الوجداني يعني مع الآخر. مزايا نسبية في كل جزئية. بالضبط. حضرتك هنا اتكلمتي عن جانب متعلق بالمجتمع،
واختيار ممتاز بصراحة لجملة إن نجهز بقى الناس لاستقبال صوفي وإخواتها. بالظبط. إزاي بدأتي حضرتك تشتغلي على الجزئية دي، وإيه العناصر اللي بدأنا من خلالها نقدر بمنتهى البساطة نقول أوعي المجتمع؟ أنا خريجة كلية صيدلة وبنتمي لمجموعة كده اسمها الجمعيات العلمية في كلية صيدلة، ففي 31 جامعة من أول سنة بدأنا مع الجمعيات العلمية في كلية صيدلة التوعية في الجامعات في الأول، بعد كده اشتركت معنا الجمعيات العلمية في طب وأسنان، فبدأنا يبقى عندنا مساحة أكبر يعني إن احنا نتحرك بشكل أوسع، فبدأنا نروح القرى المدارس، والمدارس بقى يعني أنا عايز أشكر قوي الإبداع بتوع شباب الجامعة لما بيعملوا مسرحيات بالعرايس عشان نوصل نفس المعلومة المعقدة اللي فيها تغير جيني عند زميلك عنك بالظبط كده في مسرحية أو في حاجة نلونها ورق نلونه مع بعض ونحكي حواديت في المدارس في القرى. إيه التحديات اللي واجهتك، وخصوصا إن حضرتك اتكلمتي من شوية على فكرة الخرافات مقابل العلم، وأحيانا الخرافات بتكون هي النسبة الأعلى والمنتصرة على العلم نظرا لعدم التوعية المباشرة اللي بتوجه للأطفال علشان فكرة الدمج لإخواتهم من أصحاب متلازمة داون أو أصحاب أي إعاقة ذهنية أو غير ذهنية، وكمان للمجتمع بشكل عام. يمكن اللغة، يعني عبد الرحمن الشرقاوي يقول الكلمة نور وبعض الكلمات قبور. ففي اللغة المتدرجة القديمة عن ولادنا من ذوي الإعاقات يمكن هي من الحاجات أصلاً المعيقة لينا حتى وإحنا بنوصل المعلومة، لأنه في وتد في الأرض اسمه المنغولية يا حبيبي. طب يعني من سنة 1960 والأمم المتحدة وقفت استخدام الكلمة دي بسبب أنه صحيح ولادنا شبه الأسيويين في الملامح، لكن ده مش يعني المتلازمة داون بتيجي لكل الشعوب كل الديانات بنفس القدر بالضبط. واحد كل 600 طفل تقريبا، وبتتغير ما بين الشعوب حسب السياسات بتاعت موافقات الإجهاض أو لا، فما اسمهاش مثلا منغولية، ما اسموش طفل عنده بله أو متخلف أو كذا، اسمه طفل قادر على التعلم محتاج مصادر مختلفة. ده في نيويورك أصحاب صوفي من دول مختلفة، يعني داشان من كندا، يمكن اللي قبله من برازيل، ودي من الحاجات اللي نفسي ولادنا يتعرضوا ليها، يعني الدمج ما بين التجارب الثقافات المختلفة بيوسع، يعني بيوسع مداركهم جدا ويعلي البار. دي مبادرة كندم أحسن صاحب؟ دي مبادرة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، يعني المبادرة لسه اللونشنج بتاعها كان يوم الجمعة اللي فاتت مع صناع الحياة. ممتاز. ويعني شرفت ان انا اكون من المحضرين والمدربين لاكثر من 800 متطوع على مستوى الجمهورية علشان نشوف ازاي ممكن نكون صحاب جيدين لذوي الإعاقة، وازاي احنا كمان نكون صحاب جيدين ليهم. القبول بدون احكام والعطاء بعد السؤال، يعني ما تفترضش انه انا محتاج الحاجة وتديها لي، اسألني الأول، يمكن أنا بعرف أعملها لوحدي، فتبقى أنت عملت لي empowerment أو enabling، قدرتني أني أعمل الحاجة فعلا. وده في حد ذاته هيدي شعور اللي هو القادر، باختلاف أنه هو يعني لا مش محتاج دايما يعني. بالضبط، وأنه قادر فعلا، أنه قادر أنه يضيف لمجتمعه، وأنه كمان الصاحب أحسن صاحب بمناسبة صناع الحياة والمبادرة الجميلة، يعني أنه أدرك أنه أنا كمان حاخد من مساحة ارتباطي ووصلي بذوي الإعاقة، أنا كمان حاخد حاجات ما تعلمتهاش قبل كده وهوسع أفاقي جدا. طيب، وإحنا بنتكلم على الدمج داخل المدارس محتاجين نتكلم على فكرة الذكاءات المختلفة، لأنه المعلمين هنا معلمين وأولياء أمور وطلبة، صحيح. محتاجين يفهموا الفكرة دي علشان لما يتعاملوا مع أصحاب متلازمة داون أو أي إعاقة أخرى هو عارف هو بيتعامل مع مين إزاي. نبدأ بالمعلمين. طيب أنا عايزة أرجع خطوة لورا
أوروبا بقى لها 20 سنة لما بتيجي تعلن عن مدرسة أن المدرسة دي لطيفة وحلوة ودخلوا ولادكم فيها، بتقول أن إحنا مدرسة دامجة لذوي الإعاقة. ده بيقول إيه للطفل العادي؟ أنه في مصادر تعليمية كتير قوي بأشكال مختلفة، فاللي مش بيتعلم بالكتابة هيتعلم بالصور، واللي مش بيتعلم بالصور هيتعلم بالصلصال. عنصر جذب في حد ذاته أصلا. بالظبط. وده بيقول إيه؟ بيقول أني هربي طفل عادي عالي الحس بالمسؤولية تجاه الآخر، فيقدر يشوف نفسه ويقدر يشوف آخر مختلف عنه. المعلمين محتاجين إحنا نستثمر أكتر تاني في أنه يقبلوا أنه أنا عارفة المسؤولية كبيرة قوي والأطفال سن مرهق جدا، بس محتاجين يقبلوا أنه الاختلافات دي مش بس اللي باين عليهم الإعاقة. إحنا دلوقتي بقى عندنا صعوبات تعلم كتير جدا في مش في مصر بس، في العالم كله، ديسلاكسيا وما إلى ذلك، صعوبات القراءة والكتابة. ولو أنا ما قبلتش من الأول أنه غالبا الفصل اللي أنا فيه ده فيه طفل مختلف ومحتاج، ده غالبا يعني اقل تقدير طفل واحد ومحتاج مساعده مختلفه، انا هقفل على نفسي القدره كمعلم وهقفل مهاراتي على انها تنمو. لان هو كمان بيكون عنده يعني بعض الحالات بيكون بتعاني من امور معينه ما فيش ليها ملامح او مش بيظهر عليها ملامح. بالظبط بالظبط. لكن دايما يعني ذوي متلازمه داون بيسموهم الـ يعني الاكثر عرضه للتمييز على مستوى التاريخ، لانه ملامحهم باين عليهم، فهم بيتحكم عليهم من قبل ما يبدو قدراتهم. من قبل ما يبدو قدراتهم. هل المفروض عفوا يا احمد، هل المفروض وهما بيدخلوا للمدرسه بيخضعوا لاختبارات معينه لتحديد مستواهم العقلي والفكري، وازاي اوصل لهم المعلومه او اقدم لهم المحتوى التعليمي بشكل مناسب ليهم؟ سؤال يعني جميل جدا. الدوله بتفرض على الاطفال من ذوي الاعاقه الخضوع لامتحان اسمه ستانفورد بيني، امتحان 90 دقيقه مش سهل خالص، بيقعد فيه الطفل مع مختص نفسي لمده 90 دقيقه بعيد عن الكير جيفر بتاعه، يعني ما فيش حد من معطي الرعايه بتوعه، ابوه امه جدته، ما فيش حد بيكون معاه. وخلال الوقت ده هو بيحدد مهاراته العقليه بالنسبه لسنه، مهاراته اللغويه بالنسبه لسنه، مهاراته الاجتماعيه بالنسبه لسنه، وبالتالي بيديله نسبه الذكاء بتاعته اللي بيقول انه لو هو في ثالثه ابتدائي هو محتاج يحضر مع اولى ابتدائي او مع ثانيه ابتدائي. تمام. المستوى اللي يعني قادر ان هو يتعامل. والقانون بقى بيسمح له انه يدخل اولى ابتدائي لغايه 9 سنين، فانا اصلا معايا المساحه دي كلها. لكن حضرتك يعني في حضور لحضرتك اممي كمان يعني على مستوى الامم المتحده. يعني انا فخوره قوي انه ده كان اول امراه مصريه ويعني تكون موجوده من الميدل ايست كله، من المجتمع العربي في الامم المتحده. المؤتمر ده بيحصل بقاله 13 سنه كل سنه في يوم 21/3 اليوم العالمي لذوي متلازمه داون، بيكون زي فيستيفال كده او مهرجان وكرنفال للعلم وللخبرات السياسيه اللي ما بين الدول. يعني فتلاقي في ناس جايه من البرازيل، من غانا، من اوغندا، من كندا، من امريكا، من انجلترا، وكل الناس وفرنسا، وبيتشاركوا في الخبرات بتاعتهم وازاي يطوروا مهارات ذوي متلازمه داون ويجعلوهم اشخاص فاعلين في المجتمع. انا برضو في الاخر في حتتين احنا دايما بننساهم، انه الشخص ده قد يكون شخص منتج في المجتمع بعد شويه، ولو انا ما اديتلوش حقوقه دي من وهو صغير غالبا بحرم المجتمع من واحد او اتنين كمان منتجين، اللي هو امه مثلا وابوه او ابوه وجدته، لانهم هيفضلوا بيرعوا رعايه، فهحرم نفسي من مهارات انا استثمرت فيها 30 سنه مثلا لغايه الاب ده ما بقى قادر على العطاء للمجتمع. فلازم نبص برضو احنا لما بندي ده بندي لنفسنا في الاخر يعني. صحيح. طب لقاءات زي حضرتك اللي شايفينها مثلا كده، ولقاءات على مستوى الأمم المتحدة، ايه المخرجات اللي نقدر نقول ان حضرتك ده كل سنة مخرجات خرجت على ارض الواقع فعلا نقدر نقول انها اضافت للقضية نفسها؟ احنا بنقول ان احنا بقالنا 9 سنين بنشتغل في متلازمة مش ازمة باشكال مختلفة، مرات يبقى اسمها نمكن، مرات يبقى اسمها ارتقي مع ذوي متلازمة داون، وكل مرة الثيم مختلف. اخر 3 سنين احنا بنحاول نركز قوي على البحث العلمي وعلى فكرة انه احنا محتاجين يعني تدخلات
تشبه مجتمعنا، مش ناخد تدخلات جاهزة من أمريكا أو من إنجلترا ونطبقها عندنا في مصر، أو لأنه تمصرها إحنا على الأقل. بالضبط، تمصرها بقى ده يتطلب أن احنا ندخل كل العوامل اللي تناسب مجتمعنا بشكله المحافظ والراقي جدا. على فكرة احنا من أرقى الشعوب في التعامل مع الضعاف، فإحنا محتاجين كمان لأن العاطفة هي اللي بتحركنا. بالزبط. فجزء منها والجزء الديني والموروث الاجتماعي بتاعنا اللي فيه العرف الدافي، كل دي حاجات بتتدخل وإحنا بنعمل التدخلات بتاعتنا. فإحنا مش بس فلوس الدونر اديها لنا عشان نقوم مثلا مدرسة لذوي متلازمة داون، إحنا مش كده. هو المفروض يكون اليوم مدرسة لوحدهم ولا الأفضل إنهم يدمجوا مع زمان 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 قبل التدخل المبكر وقبل قانون 10 لسنة 2018 اللي بنشكر عليه كل الأمهات اللي مشيوا الطريق ده لغاية لما رفع صوتهم لمجلس النواب، ومن بعدها تمكين السيسي لذوي الإعاقة. القانون بيسمح لأولادنا من ذوي الإعاقة اللي بيمروا بالمراحل اللي بتقول أنه قادر على الدخول المدرسة، من حقه أنه يدخل المدرسة. عندنا بقى مقاومات من جوه، طبعا مقاومات التغيير دي جزء من الطبيعة البشرية يعني، لكن 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 إحنا عندنا القانون اللي بيدعم ده، من حقهم يدخلوا مدارس يعني عادية على حسب المستوى، حسب مستوى المشكلة الموجودة. بالضبط. ويقدر يعني حتى يدمج وقت قد إيه من اليوم الدراسي، لأنه في ولاد عندهم إعاقات حركية، أنا مش هبدأ أبقى قادر بقى كمان أتحرك طول اليوم أو أقوم باليوم الدراسي كله، ممكن يبقى مجهد علي أن أنا أكون موجود في المدرسة طول اليوم. فكل ده بيتحدد من هل ممكن الجامع بين الأسلوبين، أنه هو يكون مدمج في مدرسة مع طلبة وفي نفس الوقت يكون في مدرسة أو كيان معين متخصص لي؟ طب هو ده بالضبط تعريف الإكسكلوجن، يعني لما حطك مع، أنا مش عايز أقول الكلمة دي، بس يعني إن إحنا نقسم شبهنا ومش شبهنا، واللي شبههم يروحوا في الحتة بتاعت الناس اللي زيهم والناس اللي زينا، هو ده بالضبط تعريف العنصرية. يعني بالضبط. فهو المشكلة إنه المدارس اللي بتعزل الأطفال القادرين على التعلم هي امتداد وتغذية للمشكلة مش للحل. تمام. دكتورة علياء، اخترتي ليه الصين تكون مكان لدراسة الماجستير بتاعك في فكرة المساواة والعدالة للمرضى من متلازمة داون والأعاقات الأخرى؟ أنا زي ما قلت أنا جاية من خلفية صيدلانية، وبعدين درست علوم التغذية علشان أكون يعني أم جيدة لبنتي فيما يتعلق بإيه اللي بيحسن مناعتها وإيه اللي بيحسن الكوجنيشن بتاعها. والصين عندها جامعة مميزة جدا، هي الجامعة الأولى في آسيا، ويعني الجامعة 23 على العالم، اسمها تشينخوا يونيفرسيتي، نسب القبول فيها قليلة جدا زي هارفارد. فالجامعة دي بتاخد 2% من اللي بيتقدموا لها يعني أصلا يعني. ففضلت السنتين، برامج الصحة العامة عندهم مرتبطة قوي بالتكنولوجيات وبالسياسات، يعني إزاي التدخلات الطبية تكون مرتبطة جدا بالتطور التكنولوجي اللي احنا بنعمله الإنسان بيقوم بيه الفترات اللي فاتت يعني، وكمان مرتبطين قوي بالجوفرنس أو بالحوكمة للمؤسسات الطبية. وده اللي خلاني مهتمة قوي يعني أكون من التلاميذ بتوع الجامعة دي، وربنا يعني أشاء كمان أن أنا أخد منحة الحكومة الصينية، هي كمان اللي يعني تمنحني الدراسة فيها والستايبند بتوعي. اتعلمت على يعني على إيد أحسن ناس بيشتغلوا في الـ WHO في CDC وفي كل منظمات الصحة العامة في العالم. ولما جينا نختار الموضوع كان مرتبط قوي بمتلازمة مش أزمة طول السنين اللي فاتت، إن إحنا لقينا أنه في يعني فجوة ما بين اللي بنتعلمه والمناهج المحتاجة تتطور وما بين ممارساتنا في المؤسسات الصحية. إيه أكتر الحاجات دي يا فندم، أكتر المظاهر إنجاز التعبير اللي نقدر نقول إن دي بتدل إن في فجوة فعلا؟ يعني مثلا إحنا كنا بنقيس العلوم أو المعرفة عن العلم والممارسة، knowledge attitude السلوكيات والperceptions يعني اللي متكون في ذهننا عن معلومات معينة. فاكتشفنا مثلا أنه في طب صيدلة أسنان نسب المعرفة كام من 11، لو النسبة لو أنت جبت الفول مارك جبت 11
ولو ما جبتش حاجة خالص جبت زيرو، لقينا انه الافريج بيجيبوا 4 من 11. ده بعيد قوي، احنا بعيد جدا، ده لسه الطالب اللي لسه ذهنه حاضر في المذاكرة، لسه بقى ما طلعش ومارس ونسي شوية معلومات من اللي بياخدها. فده معناه انه المناهج نفسها محتاجة تتطور. كمان بقى رغبة الناس في انها تتعامل مع طفل من ذوي الإعاقة، يعني يقولوا عليه intentional behavior او السلوك المستقبلي. انا لو انا محطوط في مستشفى وجاي لي طفل من ذوي الإعاقة هكلمه ولا هكلم اهله؟ 50% او اكتر شوية هيكلم اهله، مش هكلم هو المفروض يكلمه هو. حضراتكم هنا بتتعاملوا مع فكرة ازاي هيكون في تعامل مع ذوي المهن الطبية اللي هتتعامل مع ذوي الهمم. بالظبط، اللي هو الجيل المستقبلي اللي احنا بنحضره عشان يستقبلني انا في المستشفى لما اولد طفل من ذوي متلازمة داون، يقول لي ايه ويوجهني ازاي، وبالتالي يوفر وقت ومجهود عليا وعلى الدولة في المسارات اللي انا همشيها. على سبيل المثال مثلا، لقينا ان البنات اكتر رغبة في انهم يتعاملوا مع الاطفال من ذوي الإعاقة اكتر من الميلز، اكتر من الذكور. طبيعة العاطفة عندهم بيكون اكتر يعني. بالضبط، اكتر من 50% من الطلبة قالوا انه لو جالي طفل من ذوي الإعاقة غالبا حريفر لحد اكبر مني في السن او لمستشار، او يعني لحد يكون عنده خبره اعلى. بالظبط، وده انا تعرضت له كأم، انه ساعتها اروح المستشفى اللي هو يعني والبنوته صغيره شويه الساعه 2 بالليل، معلش البنت سخنه، فاحنا اسفين جدا ما بتعملش مع الحالات دي. ليه؟ ايه الحالات دي؟ طفله سخنه. يعني زي طفله مش عارفه تعبر، زي اي طفل مش عارف يعبر ايه اللي وجعه، ايه اللي حاسس بيه بالالم. صوفي هي الملهمه لدكتوره علياء. صحيح، كتاب عن صوفي هيطرح في معرض الكتاب القادم بإذن الله. إيه أهم الملامح اللي حريصة أنك تحطيها جوه الكتاب علشان تساعدي أمهات تانيين عندهم مش نفس الأزمة لكن عندهم متلازمة، عايزين يدوا فيها أكتر ويقدموا لأبنائهم أفضل ما لديهم؟ يعني الكتاب مركز أكتر على التجربة الإنسانية اللي مريت بيها مع صوفي، والتفاعلات اللي فهمت فيها عن نفسي وعن ذوي متلازمة داون، لأنه مش كل الفهم في الكتب ومش كل الفهم في اللي تعلمناه، في فهم بالحياة يعني باللمس بالتجربة. فالخبرة دي هي اللي حابة أنقلها، وحابة أنقل الـ يعني حتى الأجزاء المخيفة والمتألمة واللي أحيانا كانت محتاجة سندات بشكل مختلف، ده كمان يعني اللي مركزة عليه في الكتاب، لأنه أنا شايفة أنه من حقنا نشعر كل المشاعر مع أولادنا، مش بس الفرح أو الفخر بيهم، ولا كمان كل المشاعر هي الخوف عليهم. في مشاعر كتير قوي أنا حابة كمان أشاركها مع أهالي زي ومختلفين عني يقدروا يساعدوا. اسمحلنا بقى ان احنا نشاركك باستمرار في اي فعالية لمتلازمة مش أزمة في المبادرة، ونكون في يوم سعيد شريك ليكوا في دعم وتهيئة المجتمع لكل أصحاب المتلازمة في أي وقت، وتنورينا دايما، ونحاول نقدم كده معلومات من وقت للتاني لأنهم شركاء لينا في المجتمع، أو احنا شركاء ليهم في المجتمع. بشكرك جدا دكتورة علياء أحمد على وجودك معنا النهاردة، صاحبة مبادرة ومؤسسة مبادرة متلازمة مش أزمة. بنشكركم كمان على متابعتكم لحلقتنا النهاردة، بكرة قبل دلوقتي بساعتين حلقة جديدة ويوم سعيد وفقرات كتيرة متنوعة، استنونا. إلى اللقاء، باي باي. شكرا لك يا علا، يومكم سعيد مستمر على قناة المحور، مع السلامة.